مساء الخير. يلتقي عند نهر فنه رافدان، رومانسية مفرطة وإحساس عال، فتتكون شعلة موهبة تومض في ليالي شتاء قارسة وقمرية صيف حار. بشعره أسعد أنا وتسعدون أنتم بالصورة وتتخيلون، بلحنه تهللون بالنغم وتطربون، إلى أن يأتيكم صوته خير من ينطق وينقل لما صاغته الموهبة. من غنى له شكل وإياه انطلاقة حينا وأحيانا إضافة، فتفاوتت درجات النجاح من كبير إلى أكبر، ومن هنا تكمن قواعد اللعبة. حالم حتى يتحقق اليسير من أحلامه، فتولد لديه طاقة تترجم شعرا على ورق ونغمة يرددها ملايين. في فكره خواطر أسرار يتكئ عليها كخزنة يقصدها ليرتقي، وفي قلبه حب وأحباب وأجيال تفرحك وتبكيك في آن. واحد ممن يرتكز عليهم فننا اللبناني القادم، والأيام هي الامتحان، وأظنها ستكرمه لأنه وفي لقضيتنا، متعمق بفننا، ومقدر لإرثنا الذي نناضل لنبقيه. إنه المايسترو الفنان الشامل مروان خوري. مساء الخير. مساء الخير. رمضان كريم. ميرسي. رمضان كريم. تفضل. من أول ما أعلننا مروان خوري إنك ضيفنا، أكثر الاتصالات من السيدة، وكلهم بيقولوا يا نشان انتبه على مروان، حتى الصحافي يا نشان انتبه على مروان. ناس اليوم اتصلوا من المملكة العربية السعودية بيقولوا لي ترى نشان هذا حساس، ترى نشان مروان خوري رومانسي. يعني عندك وضع خاص بين الناس، وكأنه يعتبر كل شخص من محبيك محامي مروان خوري. القاسم المشترك الرومانسية بين الناس، كأنه عندك قمقم واضع فيها الرومانسية، بتاخذ شوي منهم وبتنسرهم على الناس. شو قصة الوضع الخاص؟ بشكرهم. يعني هالخوف هو محبة. من شو تكون؟ بعتقد انطلق من عندي، من خوفي أنا عليهم، من خوفي على سمعهم، من خوفي على اللي عم بيصير. أكيد قدمت اللي أنا بعرفه، قدمت اللي أنا بحبه، بس وصل للناس، يمكن لجزء من الناس، بس فيها العلاقة اللي وصلت والتقطوها الناس مني، اللي هي أنه ما بدي أقول أنه مروان فرجيل أو مروان منخاف عليه لأنه هش، لا، بيعرفوني تماما أنه فتش عن الأمور المضيئة وفتش عن الأمور اللي فيها تعامل إنساني. لذلك هني بتهيأ لهم أحيان أنه ممكن يكون نشان عنده أسئلة صعبة أو أسئلة تخلي مروان يروح لمطارح مش لقاله. العكس، يعني أنا بدي أقول اليوم مع نشان أنا بحس تماما أني مطمئن، لأنه نشان بيعرف لوين بيروح. أي مطارح بتخاف تروح بالحديث؟ المطارح مش بدي أقول الشخصية، اللي شوي بتطلع برات فني، مش بشخصيتي، بحفوت لدخل شخصيتي، ما عندي مشكلة، اللي بتوصل لعند أشخاص ثانيين أو زملاء أو شيء. في مطارح ما بتودي لمطرح؟ لا، في مطارح دايما، يعني كل شيء بينعمل بيأثر بمكان، كل شيء بينعمل بيترك طابع عند الناس. لذلك أنا مع كل خطوة مدروسة. وين مطرحك اليوم أنت؟ بس ترصد بترقب هذه الساحة من زملاء. أنت منك بس فنان بيغني، انت ملحن، موسيقي، كاتب، شاعر، يعني عندك كل هالمواصفات، وجبت لنفسك عدوات زياده، يعني بطلت عدو كار شاعر او مؤلف غنائي او موسيقي، انت عندك ما شاء الله، يعني عندك نقطه الانطلاق، بس الاماكن اللي بتوصلها متشعبه. صحيح. بدي اقول لك شوي مسيرتي بتشبه شوي الجينيريك اللي انت مقدمه، هالصراع إذا بدك، بس هالتحدي والوصول. بس أنا بعتبر أني بعدي ببداية الانطلاقة، يعني
انا عم بحاول بيني وبين حالي انه اسس لفكره فكره معينه تتعلق بفني. بس اكيد بدي وقفك عند نقطه هيدي بدايه الانطلاقه كثير بنسمعها نحن بنقولها كمان كمذيعين بنقولها بدايه الانطلاقه. شو ليش على طول هيك في لجوء الى هذه بدايه الانطلاقه؟ الواحد بيكون وصل للنص يمكن او بيكون خطأ نشان. يمكن هي منا محاوله مني لوضع حالي يعني اذا بدك تواضع لا هي مش هيك، هي محاوله لرسم شخصيتي مزبوط على الدائم ومحاولتي للوصول لشيء فعلا له قيمه بيطلب مني هالمشوار الطويل وانا بحسه من زمان. عشت مرحله طويله بيني وبين حالي وصلت بدايه للناس، بعض الناس بحسوا انه يمكن هيدا اللي قدمه مروان، بس بيني وبين حالي القلق اللي كامن فيي بخليني دائما احس انه المطلوب كثير وهيدا الشيء فعلا تعبني ومخليني اللحظات اللي بعيشها او لحظات اللي بعيشها دائما هي تحت البريشر تحت كل الناس ناطره كل القصايد. عبد المجيد مجذوب بتصور سمعته او خبروك يعني هالانسان المفعم بالحس الشعري وبالقاء الشعر بيوزن الأبجدية قبل ما ينطقها كان عنده شهادة حلوة كتير بحقك. كانت رائعة مثل ما قال هو رائع، بس بقول له هو اللي رائع عن جد، لأنه ليك كان لحقولها كان طموحي أو حلمي أكثر من هيك أنه استضيف عبد المجيد مجذوب بأغنية لألي. مثل ما قال هو أنه المتطلبات الفنية كانت هي الأساس عندي، وارتقيت أنه الفكرة بتتطلب شخص مثل عبد المجيد مجذوب، بس بيناتنا بقول له اياها كنت حابب شوفه هو وكنت حابب احضن هالصوت الحلو بعمل لإلي. لذلك بالنسبه لإلي عبد المجيد هو نجم يعني بنعرفه تماما، وانا عشت ببدايه والدنتي عشت نجوميته الكبيره بحول غرفتي وقالوا حياتي، وكمان عشت مراحله الثانيه وبعشق صوته بعشق القائه. لذلك عن جد كان هدفي الاساسي انه هالزلمه اتعرف عليه ولو بخمس دقائق او عشر دقائق. في كثر بيعشقوا غنية كل القصايد. كل القصايد من حلا عينيك من دفا ايديك كتبتن وقلتن، هودي القصايد مش حكي يا روحي هو بك القصايد هو لك كلمة، هودي الأغاني غرام سنين هودي دموع نغم وحنين هودي أيامي مع قلبي اللي بيوجع أنا لولا الهوى أنا مين. كل القصايد من حلا عينيك من دفا ايديك كتبتن وقلتن. سلم صوتك. ليلي مروان مثل كل ليله عنا حالي برمضان بتقارير من اعداد مريات يونس واخراج رنا ظاهر. ليلي شخص عنده وضع خاص، كل العالم تعرفه انه الحاج نقوله، بيعرفوا اسمه الحاج نقوله، بس هو الوحيد اللي بيعرف عن حاله كم العذاب والالم والمعاناه يلي بيعيشها، بيعرف انه الحياه رح تخلص بيوم من الايام. نتعرف على الحاج نقوله باخر قصه من اعداد مريات يونس و إخراج رنا الظاهر. حياة محطة، كل شي بيزول، ما بيبقى إلا الله بدنا. كنت شوف ناس عم تتعذب، قول الله يساعدهم، الله يصبرهم. لما أنا صرت بهالمعاناة هيدي، لقيت في فرق كبير. كنت خايف من الموت،
انه اللي بيموت خلص مات راح. لا هلا صار عندي وعي اكثر ونضج اكثر انه لا في حياه ثانيه، في حياه ثانيه. بس الموت اللي بيخوف اكثر هو موت النفس بالجسد والروح. بعتبر الحياه نحن بنصنعها بايدنا، يا بنلحق الخير يا بنلحق الشر. قدم للناس، وجههم انه يكونوا صادقين بينهم وبين نفسهم، يكونوا عندهم محبه، هي اهم شيء، اهم شيء المحبه والصدق بالحياه. الموت اللي بيخوف هو موت الجسد والنفس والروح. بيخوف الموت؟ أنا بالمطلق الموت يخوفني إيه، مع أني مؤمن بس ما بدي عندي هالقوة. أنا مع الحق بكل شيء بالحياة إلا الموت اللي هو حق ما بتحمله كتير. فكرة العدم بتخوفني، بس اللي قاله هون يعني ما بعرف، لو قطعت لي مشهد عن مرض أو شيء تاني بس أكيد حأتأثر، بس اللي حكيه والنتيجة اللي طلع فيها والحكمة اللي طلع فيها رائعة. أنا ما بعرف، أنا ميال لا هالنظرة هيدي، رغم بعدي وبتمنى يا رب أنه يبعدني دائما عن المرض وعن الموت. مش هو اللي بيصيبني أنا، الموت اللي بيصيب الناس اللي حدك هو هيدا الأخطر وهيدا اللي بخوف أكتر. ما في شك أنه الإنسان تيجي قوة بهيك فترة أنه يرجع لأصله لحقيقته اللي هي الإيمان، ويعرف أنه الأمور مش هالقد سطحية. اللي قاله بالأول صحيح، أنه كل شيء بيزول وبيبقى الله، مش بس بحالة الخوف وحالة المرض، أنا بدي أقولها بحالات العظمة وحالات الشهرة وحالات المال. لازم نعرف تماما بهالتك أنه هودي كلهم حيزولوا بيبقى الله. عاصي الرحباني قبل ما يموت قال أنه كل شيء زائل، كل شيء ما بيحرز، ما في إلا بس الله وفكرة الله. عندي هالشعور دائما، عندي خوف من الشهرة، ما بركض وراها، بحب الظهور بس بعرف انه الشهرة بتاخذ. شو يعني ما بركض وراها بس بحب الظهور؟ يعني ما بعمل المستحيل كرمال الشهرة، يعني مش انه هي العنصر الاساسي، لانه بتعرف الفن اللي عم بحاول اقدمه في له متطلبات، في له وقت ضروري له، بمشي من خلاله. يعني اللي بيهمني هو فني، بس بعرف تماما انه بهمني انه انتاجي يوصل، بهمني اني يصير معروف، وهودي مشاعر انسانيه. مروان، اذا فكرت تغني الموت، فكره الموت بينقذوا منك الناس؟ بيتقبلوا؟ ما بقدر. بدي اقول لك شغله، يعني مرق مناسبات بلبنان، مناسبات حزينه بتتعلق باشخاص هالقد بنحبهم واغتيلوا او استشهدوا او شيء. مرقنا بمراحل صعبه مؤخرا، حرب، وما بكذب عملت غنية، مش غنية، عملت هيك مقطع صغير ضايقني لدرجة، يعني بوصل لمطرح بس احكي عن هالموضوع هيدا بضايقني وبهرب منه. فرضا لا قدر الله اذا توفت حبيبتك، بتغني بترسيها بأغنية؟ ما بعرف نشان، زعلت من السؤال؟ عم تحطني بمطرح كثير بضايقني عن جد. فيما لو سؤال افتراضي، ما بعرف شو رح حس بوقتها، ما بعرف قديش حيجيني قوة. أنا بطبعي بعرف إنه ما بتحمل هالفكرة هيدي. ما بعرف. بقول لك إن شاء الله ما أجرب، بس هيدا كيس على الكل. بعد الفصل رح نعرف أكثر عن طفولة مروان خوري، عن مراهقة مروان خوري، عن هالإحساس النابع برومانسية مروان خوري، ورح ناخده، رح نحاول أن ناخده لمطارح لمروان. هلا بيحبها ما بيحبها تنشوف بعد الفاصل، ولكن بدي حيي الحجة الأولى، بدي حيي جرأته، بدي حيي أفكاره النيرة، وبدي حييه على هذا الكم من الإيمان النابع، إذا نبع من إيمانه برب العالمين، إيمانه بحاله، وإيمانه بالقدر، مهما يكن شأن القدر، إيجابي سلبي، خير أو يقود إلى الشر. بعد الفاصل رح نكون مع مايسترو هذه الليلة مروان خوري. مروان، شو معك من طفولتك انت بدك تتركه وهو ما بده يتركك؟ طفولتي كلها سوا اشتركتني، طفولتي عايشة فيي لهاللحظة. انا طفل كبير بعتبر حالي، اعتبر حالي هيك. بتقول لحالك اوقات
خلص مروان خلص كبرت بقى على الحركات و بس فيهم متعة. هودي أنا وعم بلاحظ شغلي إنه مفيدين بالمطرح اللي أنا عم أقدم فيه، يعني بنتاجي الفني، وكأنه الطفل هيدا الموجود هو له علاقة كتير ببعثرة الأوراق والكلمات اللي بختارهم لأشعاري والموسيقى اللي بقدمها. النظرة البريئة اللي هي الرومانسية هي نظرة طفل مبدئيا، بقى بخاف أتخلى عنه. ما في شك إنه مروان اللي اشتغلت عليه، اللي فات على المدرسة وبعدين فات على الجامعة وتعلم يتعاطى مع الناس وتعلم البروتوكول إلى حد معين. البروتوكول ضروري بالفن؟ ضروري بالحياة بالتعاطي مع الناس أكيد، لأنه في الفنان... بروتوكول مزيف بالفن؟ إيه في أكيد، وقت بيصير هو الأساس، بس إذا بيكون هو الطريقة للتواصل مع الناس ضروري، لأنه الفنان هو عم يشتغل بشأن كمان عام مع الناس. بس مروان جزء صغير عندي. مروان السنتين ونص هون. هون هيك حتى يعني لغة الجسد إنه في خجل. إيه لاحظ. يعني وقت حط الأصبع بالتم يعني خجول. مع خبرية تانية وراها. كنت خجول برات البيت. صحيح. بس خجول بالبيت كنت كتير مستشرس يعني مع أخواتك، كنت كتير هيك تضلك تنحر فيهم وتضربهم حتى. صحيح. صحيح. صحيح عندها الإزدواجية. ليك بعد في الازدواجية ما يفهموها بمعنى سلبي، بعدها موجودة. يوضح. بعدها موجودة هلا، بس وكأنه في بركان داخلي اللي هو هيدا الطفل وهالحركات اللي كان يعملها ضبطها وتحولت لبركان مسكر، والمعالم تبعي تعلمت تصير أنعم مع الوقت، بس داخلي أكيد بيحتوي كثير على معالم من طفولتي. كان عندك جانب من إذا جاز التعبير السادية بالتعامل. ايه ما بعرف، ايه بمطارح بمحطات، ايه يعني بالتعامل مع اخواتي البنات اللي كانوا اكبر مني بشوي. ايه في عدائية بالتصرف مع اهلي، قديه بحبوني وقديش انا مغنج بالبيت، بس كمان انه كنت هيك ازعجهم بمطارح وعجقة وفوضى. غريب هالشخصية. كنت بس انت عم تجرب تكسر كباية تأذي شيء، يعني تكسر. مش مأذي، ما كانت مأذي، بس ما يتعلق بالتعاطي مع اهلي، دايما حرية المطلقة بالتصرف، وهيدي ما بتزبط مع الولد دايما انه يتصرف على هويته. يعني في ناس في اولاد مثلا بتعطيهم كلينكس يصيروا هيك بيخلقوا الكلينكس بتمهم بيشربوا كباية المي بيكسروا. هيدي حالة بتصير شوي مرضية ويمكن لازم تتعالج ساعتها. لا على الاكيد مش هيك القصة، انه عند نمردي اذا بدك تقول صبي نمردي بتكسر الكباية بدمي فدعي ليش. والدك مطانيوس. مطانيوس خوري. امك نسيمة. نسيمة ولا نسيمة؟ نسيمة. نسيمة. اخواتك لينا، منى، كلود، وداني. انت ثالث. انا الوسطاني. انت الوسطاني. صعب الواحد يكون بالوسط؟ لا، يمكن هو الصعوبة اكثر شيء بيقولوا على الكبير. ويمكن الصغير بعدين بيتغنج كتير، بس لا ما في صعوبة. كان في أنا شخصيتي شوي كنت مختلفة عن إخواتي، ومرقت بمرحلة بالطفولة اللي هي كتير صغير، كنت بحدود السنة، مرقت بسخونة كتير قوية، يعني مستشفيات وأطباء وندورة وما بعرف شو، خلت يصير في عندي شوي حالة خاصة بالبيت، واستمرت لمرحلة. أنت خلقت بـ3 فبراير 1969. صحيح. أول شي خبرني ليش عم تفرفط بايديك كثير؟ شو القصه اللي ليش ليش ليش؟ لا هذه حركه يمكن يكون فيها توتر، بس انه طبيعي. شو ليه بتتوتر؟ لانه هواء مباشر؟ لانه عندي القلق، صورتك، الايماج، ليه؟ كله المسؤوليه. المسؤوليه. بدي لك شغله، مشان اسم الله عليك، يعني اول مره بيجيني مسجات قبل ما اطلع على مقابله بهالكم، وكلهم سوا عم بتمنوا لي التوفيق، وكلهم سوا عم بيوصوني مثل ما وصلوك لك وصوني لك كمان. بقى هيدا بأكد قديش هالبروجرام وصل للناس وقديش متابعينه الناس. بس تتوتر بتقول يعني بعيون مين بتحب تشوف حالك كل جيد؟ كل الناس يعني نظرة أهلي لألي، بطبيعة الحال بأي عمل بقدمه أكيد هني مجتمعي ضيق. بس شو قلت لك قبل ما بتتمنى لي التوفيق دائما، التوفيق وعندها ثقة فيي، بس صار بيهمني الناس، هلا صار بيهمني الناس، بس يبلش توسع الدائرة تبعك، بس تبلش تحس إنه في اهتمام من الناس، وإنك فعلا عم بتقدم شيء عم يعني الناس، بتصير المسؤولية أكبر،
بتصير تتحمل مسؤولية أكثر. ما بقول لك هو مش خوف، قلق. والقلق بتتعدي وبتقطعه بس تفوت بالجو، بس تقدم اللي أنت بدك إياه. ولدك كان أبضاي، أبضاي يعني أبضاي أنت، وقاسي شوي شوي. لا ما كتير ما كتير، بس حنون كتير، حنون كتير. حنون، بس كنت اتشابك انا وياه انا ولد، يعني كان في علاقه مش طبيعيه مع بيي انا ولد، يعني متعلق ببيي بشكل مش طبيعي. بالصيف مطرح بدنا نصيف نحن، بيي بده ينزل على الشغل بعمشيت، انا بدي اترك الكل والحقه بالوقت اللي ما في حدا بالبيت وانا ولد صغير، انزل مع بيي وقعد بالبيت كل النهار انطر، او روح عند بيت عمتي اللي هن قراب لنا اقضي نهاري تا كان يرجع بيي بالوقت اللي ما لازم هالولد يكون وحده. تغفى عند عمتك على الكنبيه بالله، على الكنبيه، وبيتنا قريب من بيت عمتي، يحملني على ظهره ويرجعني غافي. كثير حنون، بس انا كنت كمان كثير شيطان، وكنا هيك. حلوه صوره انه بيك يحملك على ظهره ويرجعك غافي، حلوه هالصوره؟ ما في احلى منها، يعني الاب هو الحمايه والعاطفه، هو النظام، بس انا بالنسبه لي هو هالحماية اللي قدم لك إياها، وكنت تحس بالحماية. تحس كان يضرب؟ كان يضربك؟ لا، يمكن عملها شي مرة قد ما أنا كنت مزعج. هو بيشتغل بمجال الكهرباء والكهرباء بيناتكم ما كانت كبير يعني. كنت شقي؟ كنت شقي صحيح. بالصف؟ بالصف أبدا، مثل ما قلت أنت بالأول. بالمجتمع وما يتعلق بالتعاطي مع المجتمع كنت خجول، ممكن مشي شوي. رفقاتي كتير محدودين، بالفرصة أنا ومجموعة من الرفاق اللي هني كتير عددهم قليل، وكمان ما بتابع كتير اللعبات العنيفة مثل الفوتبول وغيرها، شوي كنت بعيد عنهم. في ملامح شخصية كانت مرسومة من أنا ولد كتير، برقبهم أحيان، بحب أرجع لهم، بنبسط وقت يكون بهيك حديث، لأنه برجع برقب شخصيتي، برجع برقب مروان الصغير اللي بيعز علي كتير. انت وصغير كان عندك ملامح الطفوله، عندك طاغيه جدا، ناعمه جدا كانت، لدرجه انه مره بالصف او بالمدرسه طلبوا منك تأدي شخصيه دور بنت، لانه انت وصغير، لانه المدرسه مش مختلطه، رفضت انت. لا ما بدي، لانه ما بدي البس تنوره كشكش واطلع أدي دور الرجوله. هي انا كان يحسسني بيي وبالبيت، نحن أهلي من الضيعة، من مزرعة التفاح اللي هي ضيعة حلوة كتير صوب الشمال. التربية كتير بهالموضوع، أنه ما بعبر عن مشاعري لبنت، كيف أنا ينعطاني دور بالرأس أنه أنا أكون دور البنت، يعني عم تتصور النزاع عندي. رفضت هالموضوع واشتكيت لأمي اللي حكيت مع الإدارة أنه بليز. هذا كان عمرك؟ هذا بالخمس ست سنين. حلو. هيدي صورة أنت وخيك وعم في أنا وخيي كلود. مزبوط، كلود المخرج، كلود خوري المخرج، اللي حتلاحظ من الصور ومن الأخبار أنه كلود اللي بيصغرني بشي سنة ونص مش أكتر، دائما نحن شركة بأي مشروع وبأي فكرة. وهون هيدي الصورة أنت والعائلة. أنا والعائلة، الأهل، خيي الصغير داني اللي في فرق شي 12 سنه تقريبا بيني وبينه. 12 سنه اي، اجى مش مثل ما بقولوا رجعي. في كمان اولاد عمتي اللي كانوا معنا، كمان صعب يلاقي صوره الا ما يكونوا معنا، لانه هالقد كنا مع بعض بكل المناسبات. انت بالبيت كنت عامل فرقه حسب الله. انت بتغني لينا وكلود كورال ومنى رقص. ايه ليك في جو فني. توزع الادوار كنت؟ ايه، بما انه انا كنت الفدات مبدئيا، مروان مروان اللي عم بيعزف وعم بيلحن، بلش لحن من عمر العشر سنين، بلش عندي محاولات للتلحين، اكيد هن ينبسطوا بهالموضوع هيدا. اعمل شغلات انا الفها وبعدين مسجلين يمكن على ريل. ما قدرت. شو الريبرتوار الموسيقي اللي كان عندكم يا وقتها؟ لك لحالك كنا نغني كثير الاغاني اللي بوقتها كانت موجوده كانت مهمة، يعني بتذكر لفيروز، لوديع الصافي، ل أول غنية حفظتها كانت جينا نسأل خاطركم لوديع الصافي. صح، من أرحم الحبركات. صحيح، كنت غنية أنا ولد، ما بعرف ليش هالغنية بالذات، وبأي مناسبة مروان غني لنا. غني لنا إيه، غني لنا. غني لنا. أنا مش أطلب كبرت هالخبرية، بس حلوة هالخبرية من 30 سنة. نحن بالطفولة.
ما بعرف بدي احاول نشان بس تعرف اختيار الاغنيه شغله للصوت يعني هلا ما بعرف صوتي قد ايه بيلبق لها الغنية بس بحاول اتذكرها هيك جينا نسأل خاطركن جينا يا أهل الدار والفرحة بقناطركم ملياني ملياني زرار ملياني ملياني زرار ملياني زرار ملياني زرار تيارا لا 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 ما بعرف الكوبلي نبعنا الورد العايق لمن بيطوق لمن بيطوق يضحك للوجه الرايق لمن به لمن به كاتبنا عالمثاري بورق الفيل بورق الفيل كاتبنا عالمثاري بورق الفيل بورق الفيل وزينا دروب الضيعة داير من دار داير من دار جينا سوري إذا نسي شيء هيك حلوة حلوة كثير شكرا شكرا حلوة كثير صوت أمك شو كان يعمل فيك أنت وصغير؟ صوت أمي رباني على الموسيقى على الاستماع صوت أمي صوت جميل جدا أكيد العمر أخذ منه كثير لهالصوت بس أنا بتذكر بوقتها كنت أسمعه وكنت أحب هالصوت وهو صوت الأم يعني شو كانت تغني؟ دايما اسمع العتيبة وبالزلوف أغاني صباح الأغاني التراثية هي بنت ضيعة ونقلت هالإحساس معها وكانت تغني بأي بأي وقت يعني هي عم تجلي هي عم تغفيني عم تغفي إخواتي كانت تغني لصباح إي شو أغاني بتذكر كانت تغنيها؟ كثير هي بتحب صباح وبعدها لهلا يعني ونوعية صوتها هالصوت اللي فيه رني شوي اللي هو بيلبق بوقت على الأجواء اللي كانت تأديها صباح الوقت خلينا نسمع الحقيقة كان هون كان عمري بحدود 19 سنة حسب ما بتذكر حبيت أنا أعمل عمل خاص فيي كاسيت عملته مش بهدف الإنتاج أو يكون لشركة إنتاج إنه وصلوا للإذاعات من ضمن الأغنية اسمها كاسك حبيبي قدمتها بمرحلة لاحقة أنا وباسمة تيو بقى هذا العمل بيتضمن كان أربع أغاني من ضمنهم أغنية خليتها أمي تغنيها مع اصراري انه هي تغني وهي كانت تركي المغني يعني هون بدك تقول انه انا ب 19 هي كمان معي تغنيت من انا وطفل تقريبا فاخذتها كمان بالقوه تتغني هالمغنى كمان قدمت اشياء هيك بالزلف وعتيبه وهالعمل وقتها نزلت منه اغنيه كاسك حبيبي للاذاعات وانحصرت العمليه تقريبا كان بهالكاسيت في اغنيه حبك زمان العيد اي صح في 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 مجموعه اغاني في الجو الشرقي الطربي في شغلات حلوه كانت التنفيذ كان على قدي انا والانتاج كان متواضع كمان على قدي بس كنت حابب انه اقدم عمل او اقدم اغاني اسمعهم مسجلين كان عندي هالمتعه اول مره سجلت اغنيه كاسك حبيبي ما بنسى هالشعور وسمعت اغنيه منفذه اغنيه لالي منفذه نزلت دمعتي حسيت بشعور غريب غريب ما بنساه ابدا يعني حسيت اول مره بدات تنتج ايه انه علما انه واحد عم بيسمع يعني اللي عم بيسمع يمكن البيت بس انه انا كنت من انا ولد اعمل اغاني واعزف الاغاني على الاورج سمعها لناس وفي ردات فعل ايجابيه بس الشعور انه اغنيتي عم تتنفذ مع فرقه موسيقيه حتى بشكل متواضع كان شعور رائع وعرفت انه
اهم شيء عندي وبعده هالشعور لهلا مرافقني، بس كون بالاستوديو هالشعور ما بيتوازى مع اي شيء ابدا. تنفست الكاسيت. كلود خيك بيع الموبيلات صح؟ كلود المنتج وشريكي بالازمات. كلود على فكره بيقول لك كان ايمن في كلود بانك رح تكون مشهور وترد له يلي استثمر هو وقتها اضعاف له. عم ترد له؟ ما في يرد له كلود، كلود بيعرف انه كل همه انه انا اوصل، وعنده ايمان في موسيقيا يعني. صدقني بالمراحل اللي كنت انا اتعب خاف احياني اللي ما تتراجع، اللون اللي عم تقدمه انت منه هلا، منه يمكن بهاللحظه، بس هالنوعيه الموسيقى بيجي وقتها. وانا بحياتي اخذت عده قرارات اني وقف الموسيقى وحاول غني عده مرات يمكن ما زبطت معي العمليه. اثنين اللي كانوا دائما مصرين انه مروان اوكي انت موسيقي وملحن بس كمان لازم تغني لانه الغناء حيخليك تقدم نفسك بشكل متكامل، كانت دائما امي وخيي كلود. كلود عفوا مروان، عم نحكي عن كلود. مروان انت وصغير كان عندك، كنت قارئ نهم وكان عندك متعه انك تحفظ قصائد وتلحن قصائد. صحيح. لدرجه انه لليس ابو شبكي في قصيد الحصادون، تذكرها؟ بعدك حافظها؟ بلا بلا مشان خليني يعني استعينه شوي شوي. بعدنا بالطفولة، بعدنا نحن هيدي كان عمري 12 سنة، كنت بالسيزيام. بتذكر هي الحصادون، بس انه لحن ولد يعني. حقولنا سهولنا كلها طرب كلها غنى، الشمس فيها ذهب والساقي منى والسواقي منى. تيالالا تيارارارا تيارارا الى اخره، يعني هل بتذكروا اكثر شيء؟ شو المتعه يعني الولد يلحن قصيده، يعني تسمع القصيده اوقات القصيده انت عم تلقيها فيها اصلا لحن؟ ما في متعه، في شيء بخليك تشتغل انت من الداخل، في شيء بيسيرك. نحن بعتقد مبرمجين ومحضرين لشيء معين، لرساله احيان معينه، وبيختلف حجم هالرساله او هالحاله اللي بدنا نعبر عنها. مهم كثير تستمع لصوت قلبك من انت وطفل وتبلش تعرف شو بدك بالضبط، بس اكيد اللي بيخليك تعرف هو داخلك. انت بتبلش تكتشف حالك وبعدين ببلش محيطك يكتشفك بذات الوقت. اول كاسيت نفذته الكاسيت، بيع الموبيلات كلود، نفذوا العمل بس بطل في مصاري حتى تتصور يعني يصير في غلاف. ايه على الكاسيت بقى. نزلتوا الكاسيت من دون غلاف، يعني في عنوان، في معاناه. بتحس انه انت رح تنتج هالمنتج قدامك يكاد يخلق يعني بشكل كامل، بس في نقص او عقبه. في نقص يعني الخبريه المهضومه انه فعلا حرام بيع الموبيلات، اللي هو ما بعرف كان حقه بوقتها، بس امن لي حق التنفيذ. اللي صار انه بما انه شركتنا بالعمل دائما امي، حاولت تعمل مساعده هي، واتصلت بخالي اللي هو بامريكا وشرحت له الوضع انه مروان عمل عمل وهيك القصه. قال لها ودي لي كميه كاسيتات، قديش فيك تطبعي لي وانا بوزع هونيك لابناء الضيعه. على فكره بضيعتنا في كثير اغتراب بشمال عموما، وفي كثير اغتراب بامريكا ببافلو. هو نفسه خيلك يلي بعت لك 20,000 تتكفي حق الكيبورد؟ خالي الثاني. هلا عم بتذكر انه فعلا كان لهم دور بشغله كثيره، بتعرف من محبتهم لالي، بس بعرف اكثر من محبتهم لامي، هي الوحيده بيناتهم بين اربع شباب. وكمان بالكاسات يمكن انا لعبتها بوقتها بطريقه انه تكون امي بالعمل، هالشغله اثرت انه كمان بهمهم يسمعوا صوت اختهم، لانه معودين على صوتها قبل وبالحفلات اللي هي بالضيعه وبهالمناسبات، كانت كمان شغله حلوه هيك بالنسبه لنا. نحن رح نغني للحبيبي، رح نغني بعد لغير ناس كمان ومن ارشيفك، بس اليوم تحديدا طالما هالقد عم بستشف يعني عن قرب منك هالمحبه للوالده والوالد، هالحنين كله يلي مزجوك فيه وطلعوا منك اللي شايفك قدامي اليوم مروان خوري، بس لامك وبيك اليوم من ارشيفك او ارشيف اي شخص ثاني، استحضر غنيه وغني لهم اياها، اي شيء لالهم، بس هودي لالهم، لام مروان ولاب مروان.
هو للمزبوط بهديهم يعني كل شيء انتجته لانه هو من هالنتاج لانه انا نتاجهم بالضبط. تنضل بذات المرحله ما رح اطلع من هالمرحله. العمل ذاته اللي قدمته اللي سميته كاسك حبيبي والغلاف تبعه لون زهر هيك كنت بحب اللون اللي بيريحني. في اغنيه هيك بحبها بستعيدها انا وياكم كان عمري ب 18 19 وقتها. حبك زمان العيد تيرارار يا فرحة الأوقات صوتك بقلبي خلف الدقايق والساعات صوتك بقلبي خلف الدقايق والساعات صوتك ناداني من الغفا ضوى الزمان اللي انطفى صوتك ناداني من الغفا ضوى الزمان اللي انطفى ومن كان بيقول بيرجعوا نجوم اللي غابوا ويطلعوا ويرجع لقيه داي الدفا يرجع لقي داي الدفا حبك زمان العيد يا فرحة الأوقات صوتك بقلبي خلف الدقايق والساعات صوتك بقلبي خلف الدقايق والساعات سلم صوتك مروان. حتى يعني بال 87 عملت اول حفله لإلك كان وقتها نجم الحفله توني كيوين المطرب ما كنت تعرف نوتا بس كان عندك خجل انه حتى تعلن عن نقص ما عندك هيك من نفسك عندك من نفسك ما كنت تقول لهم ما بعرف نوتا كنت تقول لهم بعرف نوتا تروح على البيت تحفظ الغنية العمل بصم تيجي تقول شو انه ليه ما تقول لهم عيب يعني كبريئة كبريئة انه مروان ما بيعرف نوت ويمكن كمان تكون عسر احيانا انه اذا ما بتعرف نوت كيف بدك تحفظ البروجرام بلاها عرف كيف خاف انه تخلق لي عسرة وانا اعرف انه انا مستعد لاي شيء يعني حاول ما احكي عن هالموضوع قول له انا ايه اوكي بقرا نوت وكل شيء نروح نحضر البروجرام خلال البروفا اكون انا مجهز او حتى اعرف شو البروجرام من المغني وجهزه بالبيت واحفظه كله سوا. الحفظ عندي كان شغله كثير يعني السمع عندي شغله اساسيه. بعدك تقرا قصائد وبتحب تتذوق اكيد وبحس حالي شوي غريب بالفترات اللي بغيب عن القراءه او عن الشعر يمكن هالفتره اللي قطعت لانه التهيت شوي بالحفلات والمغني بياخذك لمطارح شوي مختلفه. شو عم تقرا اليوم؟ في عندي دائما برجع ل في كتب هي ذاتها بروح وبرجع لها يعني ميشيل تراد بروح وبرجع له جوزيف حرب مقص الحبر يعني كنت عم بقرا فيه من كم يوم في مجموعة أشعار عملها نسيت اسمه مهم في مجموعة في عندي نوع من يعني كيف بدي اقول لك بتعلق بكتاب بضل روح وارجع لهالكتاب مش دائما بقرا الشعر في اشياء كثير بتحس بتحركني غير الشعر عم بقرا مثلا هلا كتاب اللي مش ضروري يحمل كل الحقيقة بس اللي هو في عن الاتجاه الإيجابي من الإنسان زبزبات السلبية والتيارات السلبية والإيجابية وكأني كنت حاسس بهالمرحلة بحاجة إنه أتعاطى أكثر بإيجابية مع كل شيء سلبي عم يضغط بهالمرحلة. أنت إيجابي ولا سلبي؟ أنا إيجابي أنا إيجابي ونظرتي للحياة جدا إيجابية بس بتأثر وبعرف حالي إنه بتأثر من أي شيء سلبي حواليي وبتعبني بتعبني صحيا ونفسيا. انت برايك انت ايجابي؟ في ناس بتنظر لك انك سلبي بيقولوا لك مروان خلص سلبيه بيقولوا لك ما يتعلق بقلقي في عندي قلق بيتعلق بشغلي بيتعلق ببكره ايه بالتفاصيل عندي هالقلق بس دائما وقت تسالني اذا ايجابي بدك الايجابيه هي طريقه تفكير وهي رسم خط بيتعلق بالحياه عموما الايجابيه عندي بتتعلق كثير بالايمان يعني بالصوره الكبيره للحياه أنا إيجابي لأنه مؤمن وعندي إحساس دائما بداخلي بيقول لي بكره أفضل بتصلي كل يوم؟ أفضل إي كيف بتصلي؟ كل يوم مواظب قبل ما أنام بدي صلي شوي تحس إنه هالرابط بعده بيني وبين شو وبين قول للأبانا والسلام إي بتطلب؟
غير الصحة والستر وهود يعني العالم، شو بتطلب؟ بطلب أنا يا رب خليني أنجح أنا كفنان، يا رب خليني يطلع بوجه ناس أنجح أنا وياهم. بتقول يعني أولاد الحلال بقولهم بس بحس شوي بأنانية ومصلحة، يعني بنتبه أنا وعم بقولهم إنه وفقني يعطيني النجاح، بس بدي أقول لك شغلة مشان بقول شغلة تانية دايما وعن جد بقولها، وبس كنت تعبان بقولها، وفي مطرح هيك روحي بروح وبصلي فيه وحده بدون ما يكون فيه ناس، يا رب اعطيني اللي بدي اياه اذا مقدر لي هالشيء، واذا انت فعلا اعطيني هالموهبه حقيقيه، اذا كانت حقيقيه اعطيني اني اقطف هالموهبه، وفي ذات الوقت ما تخلي نتائج هالموهبه ونتائج اذا بدها تكون الشهره انه تبعدني عنك، يعني بعيش هالصراع هيدا لدرجه مطارح بيضايقني، بس برجع بقول إذا أنت يا ربي مقدر لي إنه أنا فعلاً أقدم موهبتي، فإذا مقدر لي إنه أنا أتقدم لقدام وأعيش الأشياء اللي بيعيشوها الناس. بقى بخاف من الوصول أحيان. كمان بتعرف شغلي إنه الوصول بخوف، يعني كل ما حققت شغلة بتخاف بينك وبين حالك. قد إيه وصلت؟ برجع لأول حديث، بحس حالي بالبداية، بحس الصراع لقدام، بس الفرق الوحيد إنه قبل ما كنت عارف من وين بدي بلش، من وين بدي أعبر عن نفسي للناس، هلا عبرت عن نفسي، صارت المسؤولية أكثر إنه أعرف كون مصر على الأشياء اللي بدها. قد فيك طيبة؟ فيني طيبة، اسم كبير فيه طيبة. فيك شر؟ كلنا فينا مثل ما تقولوا الشياطين تبعنا. أنت ماني شرير، يعني إذا بدي أقول الشر. أنت بيظهر الشر اللي فيك؟ بأهوائي، بأنانيتي، بمطارح، باهتمامي بحالي الزايد، بعدم الانتباه لمشاعر اخرين، ناس قريبين لإلي. بس هودي دائما ما بقصدهم وبحاسب علي حالي عليهم باخر النهار، يعني عندي اخر النهار هو المحاسبه الدائمه. اليوم هيدي جلد الذات. بدون ما اكون عم بجلد حالي، لانه بصير الوضع مختلف وبصير بحاله نكران لذاتي، لا انا وخز ضمير. لانه المصالحه اهم شيء، اوصل للمصالحه بالاخر مع نفسي، ما بدي انب نفسي وخاصم العالم وخاصم نفسي. لا مروان، صدقا تاخذوا هالفقره اليوم بتكون موجود بمطارح بتقول لا ما بعمل هالشيء انا مروان خوري؟ صار في شيء اسمه بالنسبه لي مروان خوري، وعم يبلش هالاسم يبلش يرسم لي حدود بتمنعني اعمل شغلات واعمل شغلات ثانيه. حدود ولا بلش ياذيك؟ الحدود بتاذي، الحدود بكل شيء بتاذي، والحدود هي بالمطارح الإيجابية اللي فيك تعملها، وبالمطارح اللي لازم تنتبه أنت بريحتك وحريتك المطلقة، وهالطفل هيدا اللي بده يعملهم هو بده ينتبه أنه بلش يكون اسم، وهالاسم بيتحمل مسؤولية. تخترق خط أحمر؟ لا أنا ماني كتير، أنا ماني سائر أساسا. أنا ماني سائر وعندي إيمان بهالنقطة، وأنا ضد الثورة، ويمكن غريب هالموضوع، أنا متصالح مع المجتمع رغم أنه بعرف هفواته وبعرف نواقصه، بس انا جزء من هالمجتمع، ما بحاول ولا يوم اقلبه، بس زيت الوقت عامل حمايه وعامل هيك نوع من الكورون اذا بدك اللي يحميني من نواقص المجتمع. تفضل معي. كنت تفكر مروان انت وعم تشتغل وعم بتكد وتجتهد، ولما كنت ترافق مطربين غيرك بفرقهم الموسيقية كنت تقول يا خيرة شني لي أنا؟ لا أنا من أنا وصغير بحب، أنا بعت موبيلات وعملت وضحيت أنا وخيي وأمي وبي وإخوالي فأوصل، ليش هني مش أنا؟ طب أنا فيني كون مطرحهم كمان؟ بدي كون واقعي بقول لك هالمشاعر، ما فيني إنكرها أبدا، بس بذات الوقت كان عندي حبي لفني، وفني ما بيتجزأ، كان هو الموسيقى بمرحلة، كان هو العزف ولو كان ورق مطربين، كان بمرحلة تانية هو التلحين وكان الغناء، بس كان عندي هالإحساس إنه أي متى فرصتي أنا بدون ما يكون عندي أي نقمة، يعني إحساس النقمة يكون في حسد مروان؟ الغير الغيرة بتراودنا وأنا بتراودني الغيرة، ونحن بالفن بنعيش الغيرة، لأنه الفن هو نجاحات وأخفاقات وكذا، لذلك بتحس شعور الغيرة، بس أنت بتتعلم مع الوقت إنه غيرتك فعلا فعلا تقدر تحولها وتاخذها للمطرح المناسب. الغيرة اللي بتخليك تغار من عمل جيد بتخليك تروح على البيت وتلحن اغنيه حلوه وتعمل عمل اجمل من غيرك، هيدي الغيره هيدي المطلوبه، وعرفت توظفها هالغيره هيدي. مين بتحكي اوت؟ بلشوا بالقلب عاده، إيه وانا القلب بالنسبه لي بدي اياك تفضل جيب قلبك لو سمحت.
بدي اقول لك شغله بتلفت لي انتبهت لها مره انا. نعم. ما في اغنيه عندي لحد هلا عملتها بعتقد الا ما فيها كلمه قلب. كلمه قلب وكلمه عين، وكانه العين والقلب عندي هن الاساس. بتخاف تطلع بقلبك؟ لا ابدا، بحس انه كل افكاري ومشاعري وافكاري بركز على الكلمه هي بقلبي. انا ميال للتفكير، ميال لفلسفه الامور وبعرف هالشيء، بس اللي بيغلب عندي هو المشاعر والاحساس. بتحب انه كل ايام السنه يكونوا عيد الحب؟ ايه، لدرجه انه ما بعيد بعيد الحب تحديدا. بحس انه ليه عم تحصروني بهالنهار؟ هالقد؟ ايه هالقد. هالقد، ولدرجه بعتقد كل شيء كتبته وكل شيء عملته هو نابع من الحب. من الحب اللي بتجسد من خلال المرأة. عندي مطرح خاص بهالموضوع هيدا. مثل أي شاب، بس إنه بحسه مكثف عندي جدا. كيف شكله؟ شكل المرأة. ملهمتك. شكلها هي المرأة، هو عطر المرأة، هو حديث المرأة، هو حركة المرأة مقابلة، تفاصيلها للمرأة. بس قل لي شو الشكل؟ بقول لك هو أجزاء. العطر مهم؟ كثير. العطر كثير، يعني على فكرة أنا كثير بشغل حواسي لدرجة بستخدمهم بنهم، يعني هيدي ما بخليها هالموضوع. النظر، اللمس، الشم، كل الحواس عندي. من عطر ممكن قصيدة تخلق؟ سبق وأثرت فيها هالموضوع. وممكن حب، يعني على فكرة ما بتحب امرأة إذا ما حبيت عطرها. أوقات في العطر الطبيعي، يعني رائحة الجسد هو هيدا. وحتى العطر الاصطناعي اللي كمان بحبه، بحب التجميل على فكرة أنا. بحب المرأة اللي عملي مكياج، يعني ما مش شيء غريب عندي، بس حتى العطر الاصطناعي دايما بينعكس على عطر الطبيعي. ما بتشم الريحة والبرفانزيت على مثل الفراشات، فراشات بيبعتوا لبعضهم مادة الفيرومون كرمال بيلتقوا. لكن نحن بدائيين بالحب على فكرة، مش يعني نحن بدائيين جدا بالحب، والحب ما بيتجلى مزبوط إلا وقت اللي بنرجع لبدائيتنا. في جمالية بالبدائية؟ ايه، لأنه صنع ربنا، يعني الحقيقة البسيطة هي إذا بدك بالبداية هي البدائية، هي الغريزة بمطارح. بس وين العملية؟ إنه المادة الأساسية والجمالية هي من هالمنبع هيدا. الإنسان لأنه الكائن الوحيد المفكر والمتمدن، ومع الوقت تعلم هالأمور عن طريق العقل، تعلم إنه يبلور هالأمور ويوصلها بطريقة أحلى. لذلك قلت لك بحب المكياج عند المرأة، هو اصطناعي بس هو جاي من الحالة الأساسية للجمال، بس محاولة الإنسان إنه يضيف جمال من عنده كمان. بتضول لما تحكي عن الحب؟ أكثر موضوع بيخليني ما بيقعد في خجل. لا أنا لاحظت هيك. طيب العطر يلي بيشعل لك الحب شو اللي بيطفي؟ مشكلتي كمان بدي أقول لك، وقت أنا بتأثر بإشياء ملموسة أكيد في إشياء تانية هي اللي بدها تعلقك، الفكر اللي هو بده يربط العملية. بس أحيانا كتير تعلق بهالمطرح هيدا وبنتهي عنده، يعني يمكن ينتهي حبي لهالمطرح مع انتهاء العطر، مع انتهاء أي أحلى، الحب العذري ولا حب عمر بن أبي ربيعة؟ أنا مكون بتركيبتي من هالمطرحين. بعيش بالخيال، بعيش بالخيال، بتحب الخيال. ما في مطرحين يعني، أو جميل بن معمر أو ربيع بن أبي عمر بن أبي ربيعة. بعيش بخيالي وبتهيأ لي الأمور إنه صحيحة 100%، لأنه بداية الحب عندي هو بالخيال قبل ما يبلش في الواقع. بس أنا بتركيبتي واقعي وبروح نحو الأشياء الملموسة، لذلك أنا بعتبر حالي إنه إلى حد معين إنه مادي شوي بهالمواضيع. بس سألك هل تنظر بالخيال بتضبطهم وبتشيلوا وبتحطهم ترستقهم وبتحطهم مثل ما بدي ترستقهم بالأرض؟ في معاناة؟ في معاناة شوي. وأكبر شيء بيوضح هالشيء لإلي أنا إنه الفن عندي هو هالمطرح الثاني اللي بركب الامور مثل ما انا بتحليلي 100% بدون اي شوائب واي نواقص. المطرح اللي بالواقع ممكن ينتهي الحب او يبلش ينطفي، بالخيال عندي وبالاغاني بضل شعل هالشعله عن جديد. خلصت غنيه عندي علاقه غرام مع هالاغنيه، الاغنيه اللي بعدها هي علاقه غرام جديده ومحاوله لاستعاده حب خيالي. عم تحضرك الليله؟
لا بلا في حدا محدد عم يحضرني بس بعد هيك بعدني عم فتش شوي عن ملامح النهائية. وحدة ولا كذا وحدة؟ لا انه وحدة، عندي صديقات كثير عم يحضروا. عندي بعرف انه لحظة قلت لي وحدة وعملت هيك هيدي انه قلت لي اخترع زواج ثاني انه وحدة لا ليك تكون صادق يعني لو وحدة ومحدد اموري 100% بعلنها 100%. شو بتغني بس شو بتغني لليوم؟ كثير بحب وقتها يخجل مروان هيك، هيدا اللي بدي اياه هون. ما تحشرني فيها كثير. مش رح احشرك. شو بتغني لها؟ ما بعرف شو بدي غني لها. الا شو بدي غني لها؟ ما بعرف اذا من اغانيي في شيء بيعبر هيك. من اغانيك او من اغاني غيرك؟ اي شيء. ما بيحضرني شيء. شيء فيك تقول فيه بحبك. كيف؟ كرمالها بتنظم كل القصايد، وكرمالها القصايد كلها وقصر الشوق بتسكنها. هودي كلهم هالاغاني قدمتهم لحالي هيك بالمطلق. طيب اليوم كيف بدك تقول لها بحبك؟ بحبك. بدك تخليني اقول هالكلمة؟ لا بس صعب عندي هالكلمة نشان. كم مرة قايلها؟ بقولها بسهولة. ما يعني ما بدي اخترع شيء قدام الناس، واللي بيعرفني بيعرف انه عم بحكي الحقيقه بشغله. بعد مش قايلها؟ هيك بحبك. قلتها يمكن مره، ندمت؟ لا بهديك المره ما ندمت، بمره ثانيه لمحت وندمت، ما كنت عم بقولها بالمطرح المناسب. عانيت؟ ايه طبيعي. وقت اللي بتفوت بمعركة الحب بدك تنتظر معارك. معركة يعني. الحب؟ الحب عندي الحب هو هالحالة اللي بتعيشها بنجاحها وبإخفاقها أكثر. واللي بيعلم هو وقت اللي بتنوجع أكثر شيء. قد إيه الحب المستحيل بيسحبك لعنده أنت؟ أنا عايش في الحب المستحيل. أنا عايش يعني ما بدي اخلق صورة لحالي انه مروان هالقد منفصل بينه وبين الواقع، واللي بعرف الناس اللي بحبوني بيرسموا بيحاولوا يقربوا بين المسافتين، يعني انه مروان اللي بيغني 100% هيدا هو. انا هيك بس. قديشك مجرم بحق حالك بهالاطار؟ ماني مجرم، هيدا انا فوضوي بهالمصارح هيدي. الا بحبك بغنية. خليني ما اقول اي شيء يحدد. خليني ما احدد شيء. روح عند فيروز، روح عند انت حاسسني هلا رجعت ولد وما بدي احكي، وانت احكي يا مروان قول انا بدي احكي هلا. خليني ما احكي. عم تهرب من التزام؟ يمكن انه على الهوى يعني بركي بتعطي مشكلتي مع حالي بهالموضوع، خليني بحالي بهالموضوع. طبعا مهلك عقلبك يوقع ينكسر. لا لقطه كثير عم هيك دسه بس متمسك فيه. افتحوا. كيف بيفتحوا هيدا؟ انت بتعرف كيف يفتحوا قلبك. بعد الفاصل نعرف شو في بقلب مروان خوري. شو في بقلب قلبك؟ بقلب قلبي في العمل اللي كنا عم نحكي عنه. كاسك حبيبي اللي هو اول انتاج لإلي. هيدا اللي صنعك مروان؟ هيدا اللي كنت احاول اعبر عن نفسي، بدي اقول شيء لمحيطي، واقول لهم انه انا بحب اقول موسيقى حلوه، بحب اقول كلمه، بحب غني. هيدا بيضم الكل، هيدا بيضم خي اللي كان عم بيساندني وضحى بالمبالغ تبعه، هيدا بضم صوت امي اللي هي كمان بدايه احساسي بالموسيقى، لذلك بيعني لي كثير. وبعده لهلا كل عمل هيك بخلصه بحمله بهالعاطفه. وعلى فكره مش بس الاعمال اللي بغنيها وما بيعرفوها بعض المغنيين، بالوقت اللي انا كنت كل ما اقدم غنيه لمطرب ليل اللي كانوا يحاولوا يقدموا لي الكاسات كنت روح انا اشتري واحتفظ فيه لالي، حسوا هيدا شيء لالي. بس تعطي عمل لغيرك
بتحس انه في جزء منك كثير بقلبه شكل بتحس معني كثير لدرجه. وهيدا خليني اوعى بمشاكل صغيره بعدين بعلاقتي مع البعض. ابدا ما صغير المشاكل رح احكي عنها. ابدا ما صغير المشاكل. هي مشاكل مشاكل مشاكل. حبيت تحطه برجع برده ولا اذا بدك للقلب. اذا بتحب اذا بتقلي شو بتحب تحط بقلبك غير قل لي. قلبي بيحمل كثير واسع وبيساع كثير قلبي، وبحس قلب اي انسان هو لازم يكون للحب. مسموح يكون يحب. عندك برود عاطفي كفنان؟ مش مسموح كثير، هيدا الشيء بيأثر علي بالنتائج تبعي. الوقود الاساسي لا فني لكلماتي ولحني هو هالحركه هيدي مشاعر الحب. بس احيان بضطر انه ابعد شوي لانه الظروف مش فيه. اليوم اذا صبيه تلفنت لك معجبه، اذا قلت لك مروان انا كثير بحبك، او انا وايد احبك، او مره احبك، او برشا احبك، يعني باختلاف اللهجات، شو بتقول؟ الشعور ذاته انه في ناس بمكان ما بمطرح عم بتفكر فيي لانه وصل لنتيجه. لا هون فتنا قل لي دغري شو بتقول. شو بقول؟ ايه ميرسي تسلمي لي خلي لي اياك. الكلمات اللي شوي يعني مستعملين ما بنتبه لهم يعني. بس بعنيهم. كلمات فنان ولا كلمات حبيب شاب عاشق؟ لا ما في يكون حبيب وشاب وعاشق، لا ما في هيك الاتصال من انثى يصلي يحركني كرجال ورد على الاساس، ابدا بالعكس. بالعكس يعني بصير في تركيز مزبوط انه اي اتصال هو اتصال من معجبه، والمعجبه لها احترام شديد لانه هي عم تتصل بمروان الفنان. مريت بتجارب نظره امراه او كلمه امراه او جمله من امراه فجاه اثرتك، دمرتك، عمرتك؟ المراه بتقدر بحياتي وقدرت انه طلعني لفوق وتنزلني لتحت. انا ولد كنت اذا حبيت كثير وما مشي الحال كنت اسخن. يعني لهالدرجه الحب ملتصق باعصابي وباحاسيسي. لهالقد له علاقه هو بكبريائي وبعنفواني كمان. هو له علاقه ما بفصله يعني في شغله اساسيه انه انا الشيء اللي بشتغله، انا ما بحب اقول بشتغله، اللي بحسه هو الموسيقى، هو مرتبط مع حياتي العاديه. يعني يا ريت بقدر افصل هالشغلتين، يا ريت بقدر اعيش حياتي هون بمعزل عن عملي اللي هو الفن وحب واتصرف مع الناس وهالشيء ما ياثر، لا كل شيء بعيشه بياثر علي. لذلك المراه عموما باي موضوع انا عشته مع اي امراه او اي علاقه كان له تأثير. اخوات بالحب؟ ماني كلاسيكي بس ماني مجنون، اذا كان الجنون هو انك تكسر القيود والحدود، لا ما بكسر الحدود والقيود. بخاف على مطرحي، بخاف على الاخر، وفي قسم من هيدا مروان اللي اوعى تغلط يا مروان وانتبه. يعني اللي مارق من الحوار بيدل على ما بيقولوا قباني، كلماتنا في الحب تقتل حبنا، ان الحروب حروف تموت حين تقال. الف ب كثير متطلب انت، يعني المارق من الحوار لهلا بقدر استخلص انه كثير متطلب ما يتعلق بعلاقاتي. أنا وقفت بيأدي هالشيء لنفور الشريك منك؟ أنا متطلب، مش متطلب لصورة بيرفكت كاملة، بعرف تماما بوعيي إنه هالأمر لا، أنا إنسان عندي نواقص كثيرة والآخر عنده نواقص. الحب هو إنه تخلق هالمعادلة، بس ما بعرف المشكلة ما بقدر أحددها بالضبط إذا هي بس من عندي أو لهلأ ما لقيت الصورة الكاملة. بعتقد هيدا الفخ، هيدا الفخ تبع أي فنان، في فخ في اسمه الصورة الكاملة اللي عم بيحاول يفتش عليها، بيعلق كل حياته عم يفتش عن هالصورة، بيعمل شعر، بيلحن وبينسى الواقع تبعه. بس قد ايه حلو إنه للفنان يضل عنده هالضالة هالنقيصة، يضل يفتش عليها مثل ويتينج فور جودو، يعني بانتظار جودو لحتى لي ما يلاقي، بس يضلوا الفنان هيك درجة أولى وكل الناس هيك، وكأنه السعي نحو الحلم هو اللي بخلينا نشتغل. ما بهم الوصول للحلم أكثر ما هو الطريق اللي بتسلكها للحلم، مثل ما بيقولوا بمثل أجنبي اللي هو بيقول العشب الأخضر دائما في المكان الآخر. مش صحيح هالشيء، هيدا هي نظرة مش ناضجة عند أي إنسان، وكلنا بنوقع بهالفخ أنا بصر عليه إنه دائما الآخر
والمكان الثاني هو أجمل. الحكمة هي أنه نبلش نتعمل نتعلم بنضج أنه الحب والجمال والسعادة هي هون بمتناولنا وقريبة جدا، وأنا عم فتش عن هالشي، ما بدعي أنه وصلت له بس عم بحاول أنه أوصل لهالمطرح. أنت فنان أعزب، الاستقرار بنشط الفنان ويحييه وبيخلي مولع بالإنتاج، ولا الحب والهوى والطيش بين مزدوجين والتنقل من قلب إلى قلب؟ قد يكون هيك، ممكن يكون الحب لحيلتك متنقل. أنا بقول لك إنه إيه، بخاف من الاستقرار، خوفا مني إنه الاستقرار يحطني قدام واقع جامد ويحطني ضمن كادر ويحطني بالقفص الذهبي. أنا كتير بحس إذا كل إنسان إنه الزواج قفص، بعده قفص قضبان، عندي هالخوف. بس بقول لك إلي سنة، يمكن إلي سنة ما بعرف، هو العمر بلش وصلني لهالمطرح، هو بداية النضج، ما بخاف أقول كلمة إنه يمكن ما كنت ناضج كتير، إنه يبلش يوصلني لمطرح إنه لا، الاستقرار والحب الكبير أو الوحيد والأولاد وهالأشياء كمان هني نوع تاني أو مصدر تاني للإبداع. يعني مش بالضروري يكون الحياة هيك الفوضوية أو الحب العابر هو اللي بيخلق. بتحب تصير بابا مروان؟ إيه، عم بلش يجيني هالشعور. بحب الأولاد بطريقة ما طبيعية، بس كتير بخاف من أمه. أنا من لا وقت بدي نقيها بدي يكون عارف مين منقى، بس بخاف على هالولد إنه أنا ما أكون هذا الربي مثل ما لازم، إنه ما أقدم له كل العاطفة تبع الدنيا، لأنه بخاف إنه هالولد اللي فيه يكون بعده هو بحاجة للاهتمام. بدي أعطي اهتمامي لأبني. بتخاف إنه هالولد اللي فيك بعده بيكون حاجة خطير؟ هذا بكل بساطة. هذا الموضوع كان من بده علاج. يعني ما تحطه بمطرح طبي. فكرت شو وقت غني له؟ هلا حاولت استعيد شيء، بدي أقول شيء هيك اللي بيخدني للبراءة وللحب هيك. للسيد فيروز. لإلك. لإلك. والله أعلم من أنت. بحبك ما بعرف هن قالوا لي، من يومها صار القمر أكبر عتلالنا وصارت زغلولي تاكل عيد اللوز والسكة. اللي بحبه من هالغنية هو بحبك ما بعرف. بحبك وما بعرف، وأحلى شيء الواحد يعرف إنه ما بيعرف. أحلى شيء يعرف إنه ما بيعرف، ويعرف اللي شو ما بيعرف. نبلش أغاني هيك. بدناش كان في ناس على المفرق تنطر ناس وتشتت الدنيا ويحملوا شمسية، وأنا غيّها من صحهم ما حدا نطرني. شو بدي لك، شو بحس بالغنية ولا بالصوت ولا لا. شو انت كان عمرك 12 سنة حبيت اول مرة، كل يوم تروح تتشوفها على مدة شهرين ما كنت تشوفها الا من الخلف. اي من انت وصغير في حالي وما مش على بعضي من عمر 12 سنة يبرهم شوي تتشوفها. شفت انه الخيال عندي من انا وصغير هو اللي بيكمل الصورة يعني. وتعذب حالك كمان. حلو حلو حلو، ما زال هول بتذكرون يعني. وقت الحلقة بيسألني شو بتتذكر، بتذكر هالحوادث لأنه علمه. الانتظار. الانتظار ال 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 الشيء المكتمل بعد. الاكتمال بخوفني، اكتمال أي صورة بتخوفني ما بعرف ليه. هلا بتذكر ايه؟ بتذكر هالبنت اللي كنا أولاد يعني 11-12 سنة. الشقراء. 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 وانت يعني بدي زعل السمراوات هلا، بس مروان عنده ضعف على الشقراوات. مش بالضروري. مش بالضروري. كل الجمهور هلا السمراوات يقولوا يا عم مش هلا. اوكي منطفي تلفزيون ما بنحضر. بمراحل. بمراحل. الجمال الجمال يعني ما تحددوا كثير. كنت اقطع على طريق
لعند قرايبيني بالقاطع الثاني من عمشيط وانبسط روح المسافة هيدي ماشي، لأنه بفترة الحرب في هونيك بنت وقفة مع صديقاتها الصغار اللي هي تكون بوقتها أصغر مني في سنة أو سنتين، وهي كانت أكيد من بيروت لأنه يعني ما كانت موجودة عادة هونيك، وهيك هي بتتلفت يعني بخجل وأنا ما بتلفت نهائيا، يعني أنا ما عندي جرأة أتطلع فيها وجه بوجه، بس أنا انغرمت بهالشكل بهالبنت بهالشعرات الطوال الشقر اللي هي واقفة هونيك وجاي من بيروت، ورهجة اللي جاي من بيروت كمان إلى مطرح تاني بتزيد الخيال عندك، واللي قلت عنه أنه الآخر واللي بعيد اللي هو دائما أجمل، بتزيد عندك الشيطنة كمان بتولد هيك الأفكار اللي بحبسها بداخلي اللي وقتها كانت تتحرك فيه أشياء كمان هيك موسيقية، بس هيك المهضوم بالموضوع واللي بضحك انه ما شفتها ابدا وانغرمت فيها، واقطع بالنهار ما بعرف كم مره بطقة الشمس بالشمس وانه بس تكون بهالمطرح، وحتى طلبت من ابن خالي بوقتها انه شف لي اياها بس تبرم هي شي مره، معقول شهرين مغروم بوحده من السيف وزا، وفلت وراحت ورجعت لانه خلصت الحرب هونيك ببيروت وما شفتها وبعدني بتذكرها. بعمر 19 سنه حبيت كمان حب فنانة؟ ايه بالبدايات ايه، لانه في شو بالبدايات؟ هي كانت فنانة بالبدايات ولا انت حبيت؟ انا اللي حبيت فنانة بالبدايات. انا بمطرح ما انا موجود، انا موسيقي وملحن وانا على اتصال بهالمجتمع هيدا اللي بحبه كثير. كنت اكبر منك؟ شي سنتين يمكن ايه. الفرص اللي بتجيني هي من هالوسط اللي احيانا بتكون شغلات حلوه احيانا ما بتكون حلوه، بس هالعلاقه ايه كنت انا عازف بمطعم مش معروف وهي كانت مغنيه. هلا معروفه مغمومه؟ لا 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 ابدا. ثالث حب معروفه ايش؟ لا معروفه بال 2002 ما بتحصر كثير، مرقت مراحل كثيره. شو؟ لا لا ما بتحصرها الان. حد ركز لي على 2002، زوم ان 2002 من وسطنا. ما بعرف بدك بسهل لك، بدك تساعدني من الموضوع بالوسط الاعلامي. مين قصدك يعني؟ انت ادرى. لا بدك تساعدني من الموضوع. مقدمة برامج كنت تدور بفلكها بأوربتها يعني. كنت تدور بفلكها بأوربتها يعني أوربتها أزر. لا إذا قصدك صديقتي العزيزة، إذا قصدك راغدة شلهوب. أنا بعزة لراغدة كثير وبعرف أنها بتشتغل بالأوربت كمان. صديقتي تواجدنا الدائم يعني خلص فهمت أنها صديقتك. صديقتي إيه لأنه صديقتي. أكيد 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 صديقتي. فإذا أوكي كان في هلا هي يعني نحن اصدقاء وهي عندها حياتها الخاصه هلا وانا وكذا، يمكن مش لذلك عبد البدايه 2002 بالبدايه كان في هيك توجه لا يعني هالشعور الاول اللي حسيته لا فتاه حلوه ولطيفه هالقد وكذا، وهي بس كان في تليفونات وعلاقه هيك خمس ايه، بس كانت هيك وجيزه وصحيح انه كانت قصيره، بس غريب قديش هي كانت سبب بولادة صداقة يعني. لأول مرة أنا مرقت في حياتي بحالات راغدة حلوة، راغدة فتاة حلوة، وأهم من هيك راغدة اكتشفت فيها إنسانة يعني كتير كتير عميقة، مش بس إنها حلوة كتير ذكية، أهلها هي كمان تعرفت على أهلي حسيت في شبه بالتربية، الأشياء اللي تعني لها تعني لي أنا، لذلك ولو ابتدينا بشوي بخجل بهالموضوع بس انتقلنا بسرعه لموضوع الصداقه، لانه هالقد عقلها هي كبير. نحييها لراغده شلهوب اذا كانت عم بتشاهدنا، مسا الخير راغده. اغنيه على بابي واقف قمري الواحد بالسماء اللي بدها شلهوب والتاني قبل من العين بيفهم بالقمر، على بابي واقف قلت لي قبل من العين بيفهم بالقمر على
أبو مجد هذا الكبير اللبناني، هذا المبدع يلي لوحده هو أوركسترا، لوحده هو قاعد عم بيحكي بتحسه يلا بعد شوي غناء. أكيد أثرت بيه ملحم بركات، أكيد بتحبه لملحم بركات. شو ملحم بركات بدي أقول لك، يعني قلت لك الغنية اللي غنيتها هي ناس الخاطركم، هي من ألحانه صح. كنت غني أنا ولد أغنية بصوته على واه يا ليلى ونسم علينا يا هوا، سلم عليها يا هوا. كنت أنا ولد أعرف أنه ما كنت أعرف، اكتشفت بعدين أنه أنا بحب كل شيء بتعلق بهالموسيقى بهالفنان بهالمطرب. كنت حب كمان طريقته، وقفته على المسرح، طريقته بالتعبير. أعرف أنه من أنا ولد انتبه أنه ما بيشبه البقية. المغني العربي دايما هيك جامد ضمن كادر وبيقدم غنيته بكادر محدد، هو كان فالت من هالقيود. هيدي بعدها معي لهلأ، بعدها معي لهاللحظة. شغلة كتير مهمة انك ترسم صورة عن الفنان نتيجة فنه، وشغلة كتير مهمة انك تحاول تربط بين شخصيته هو كإنسان وبين فنه. بدك تقلي بقلك دغري بس تسمعني موسيقته وصوته، انا جدا ضعيف قدام موسيقته. هيدا المطرح أنا عندي مقدس، وأنا كموسيقي ما في إلا ما أتأثر بهالفن هيدا. طيب رح أقطعك هون لأنه رح كفي الموضوع، بس بدي إياك تقلي بشو تأثرت هلأ من الأغاني كلها كلها. يعني أنا كتير حبيت لما قلت لي علوة يا ليلى يا أغلى حبيبة، أو شي بتذكره من ال ما بعرف شو، من الاغاني المرحله كمان اللي قدمها، بمرحله اللي كان فيها بالشام وهالاغاني اللي تقدمت لايف. يا حب اللي غاب بتحبها؟ بحبها، بس في اشياء تانية، الاشياء هيك الشعبيه ما بعرف شو بدي اتذكر، كلهم حلوين. يعني شو في غنية محدده؟ خليني ارجع لعلى واه يا ليلى، يعني هيك كمان كنت ولدت تغنيها. علوات يا ليلى يا أغلى حبيبة، علوات يا ليلى بتعودي قريبة، والمتيم يلقى دوا، والحسان بعيونهم صفونا صاروا بلاد حتى يفرقونا، والحساد بعيونهم صبونا صاروا بلاد حتى يفرقونا، صبوا زيت يا رب فوق النار وقالوا صار اللي ما صار اللي ما صار على وقت يا رب. طب مين صب الزيت فوق النار؟ أخذ موقف منك أبو مجد استاذ ملحم بركات يعني انه مش حلو تصرح انه ما في. انا زعلت، انا زعلت كثير كثير زعلت، انقهرت هالكلمه. انت قايل الكلمه هو قال ليش؟ اكيد لا، يعني انا ما بسمح لنفسي، لانه سئلت، هو قال سئلت ليش غنيت او قال، انت قلت ما بقى في مطربين. اي يعني تصور هالكلمه، تصور هالكلمه انا اقولها، ما بسمح لنفسي قول هالكلمه. اول شيء فكريا بعتقد عندي الحد الادنى من الفكر انه ما اقول هالكلمه. ادبيا واخلاقيا اني ما اقول هالكلمه. برفض اني وما بسمح لنفسي انا اقول هالكلمه، وما بسمح اني اتاول انه انا ينقال عني هالكلمه. لانه ممكن ملحم بركات يكون سمعها باطار ثاني، بس حتى انا بسمع شغلات مزعجه من هون ومن هون، بس ما بقولها اذا الشخص بيعني لي شوي او اذا الشخص بعزه وبحبه. هلا تتقلي بدي جاوب، جيب ما يتعلق بمطرحي انا. ما بديك تجاوب، بديك تصالحه. انه انا ما في مشكل، انا عم اقول انه انا ما قلت هالكلمه ابدا. اذا هو زعلان ما بتصالحه؟ هو لا بده يكون زعلان ابدا. يعني ولا مره بتعرض لاي فنان شخصيا، كيف اذا كان ملحم بركات. يعني شو رح تقول له اليوم؟ قل له ابو ماجد شو؟ انا زعلان منه لانه حملني كلمه مش قايله. ومأذية الكلمة. يعني بتعرف انه هيك كلمة بتحملني عدة معاني، برجع بقول لك اخلاقية وغير شيء،
وخليني احكي كمصلحه انا كملحن، يعني غريبه انه اقول هيك كلمه. خليني اوسع اكثر، يمكن بكذا مقابله دائما السؤال مروان ليش غنيت وليش غنيت، دائما بقول له غنيت لاني بحب غني، بس خليني انا سهل على ابو مجد، خليني سهل، بركي هو سمع ضمن هالاطار. اي هذا اللي بدي اقوله، انه مروان ليش غنيت، انا بعرف يسالوني، ممكن انا جاوبت كذا مره بهالطريقه، انا غنيت قدمت لغيري ونجحت بمطارح وبمطارح كثيره حرفيا، يمكن نجح لحني وتالق لحني مع اصوات كبيره، صح صابر الرباعي فضل شاكر اصوات كثيره، بس ضل في زاويه لالي انا تعنيني انا كملحن وبتعنيني كمغني، وبيعرفها ملحن بركات وقت اللي هو غنى انه في جزء خاص هو عبر عن حاله فيه ما بيشبه اي مطرب تاني قدم له اياه، مش عجزا للاطرب للمطربين البقيه، بالعكس هو كمغني قدر يعطي هويته الخاصه، انا كنت عم فتش عن هويه خاصه قدمها من خلال صوتي، وهي دائما كنت اقولها مش لانه ما في اصوات، في اصوات وكم كبير من الاصوات واللي هي اهم واللي هي اصوات معبره وقويه، انا بصوتي مثل ما هو صوتي بالطريقه اللي انا بقدر اعبر فيها، حبيت انه لحني كمان يخدمني كمغني وانا كمغني اخدم نفسي كملحن. هيك بدك بدي اقول لك شغله كثير مهمه نيشان، طالما انت عم تقدم اغانيك لمجموعه بتقدم بتاخذ نجاح، بس وقت تحصر كمان نوع من النتاج بصوتك بهويه موحده الناس كمان بتقشعك بصوتك بهويه موحده اللي هي وقت غنيت كل القصايد واللي بيسمع العمل بينتبه، وبقصر الشو كان في تركيز اكثر على الهويه، واي انسان بيسمع بيعرف انه انا ما كنت فايت بمطرح للمنافسه او لانه ما في مطربين، بالعكس كنت فايت لمطرح يشبه مروان خوري ومحاوله لرسم شخصيه مروان خوري، لذلك هيدا جوابي دائما التفتيش عن هويه من خلال اذا هو سمع هيك ابو مجد او قرا هيك، يعني على الارجح انه قرا هيك، طب انت عم تقول متاثر فيه وبتحبه وبتغني اغنياته، مش حق كمان انك تقول له يا ابو مجد لا انا ما قلت هيك، يعني هو مش حاطط نصب حاله حكم على الـ الـ على مروان خوري عليك انت، هيدا اللي قلته هلا هلا انه انا يعني بتزعل من شخص كبير كبير فنيا وكبير قيمة، وبتزعل اذا انت تحملت كلمة انت مش قايلها، وهلا عم رد بكل بساطة واشكرك انه عم رد احكي عن هالموضوع هيدا، يعني كثير واضحة هالامور بالنسبة لي. زعلان بعد؟ لا ما زعلان كثير منيح، ما زعل انا، هو يعني انتبه من يعني في دائرة عم تنشغل هلا، خلينا نحكي فيها في دائرة عم تنشغل عم بتنزل فيها كل العاملين بالفن المطربين والملحنين، وانا مع اي انسان يجاوب دائرة شو؟ دائرة انا بسميها دائرة مفرغة اللي هي التحول، ومعلش مشان حملها الاعلام شوي، التوجه للامور السلبية والامور اللي كانت دفينة قبل وكانت تخص الوسط الفني، وكلنا عنا مشاكلنا وكلنا عنا غيرتنا وكلنا عنا قصصنا، بس هالامور تبقى غرقانة بالقعر وكان يوصل للناس الافضل والمنمق، انا مني مع انه بس الفنان يوصل منه الافضل والملمع والمزبط، اوكي بدنا شيء من حقيقته، اتصلنا لمطرح وكانه بس المطلوب من اي فنان انه اعطيني الأسوأ والسلبي عندك، لذلك فتنا بمتاهة، وانا بقول لك ممكن هيدي يغرق فيها اسماء كبيرة وهالشخص يقول كلمة وهالشخص يقول كلمة والاخر يرد والرد حق، بس انا بقول لك شغله ما فوت بهالمتاهه ولا باي شكل، يمكن يكون عندي عتب بمطرح، بس انا بالنسبه لألي اي فنان انا متعلق فيه فنيا، وبعطي مثل ملحن بركات هو اهم بالنسبه لألي كفنان، لذلك المطارح الثانيه اللي بتنشغل ما بتعنيني كثير وبحاول اتجاهلها. وصلت الفكره. أصالة ألحانك أي كلماتك كلماتك صوت مثل أصالة لما تكتب له وتلحن له شو بتهدف وشو بتحب تصيب بهالصوت؟ بس تشتغل مع صوت مثل أصالة مرات بهالمرحلة قبل بس لأنه هيدي آخر تعاون كان أنا والمطربة أصالة تأكدت قديش
مروان المغني مهم لألي، وقديش مروان الملحن قديش مهم بالنسبة لألي. يعني اف 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 لحظة، قديش مروان المغني مهم لألك لألي، وقديش مروان الملحن بعده مهم لألي، لأنه وقت بيكون قدامي هيك صوت كل إمكانيات التلحينية وكل إمكانيات الشعرية بدي جيشها. اسأل أي ملحن، طموح أي ملحن هو الصوت، الصوت الكبير، الصوت القادر. بس اشتغلت وأنا بحب صوتها من زمان، وأنا كنت أقول دائما أنه حابب أتعامل أنا وياها. بس وقت تعاملنا سوا وحطت صوتها على هالغنية، أول شيء بقول شغلة تمنيتها ما قلت لها إياها لألا، بتمنيها أنا، بتمنى أنه يكون في عمل يكون إذا فيه أدمه كله سوا لأصالة. حسيت بقدر روح مع هالصوت لمطارح بعد ما رحت مع أصوات، يعني أصالة تغني مروان خوري، يعني حلمي هالمطرح. تصدق أنه في مطارح بقدر روح بعد قدي حلم وقدي أنانية مروان؟ منه أنانية، شو بالفن في، يعني الفن كل ما تطلب فيه ما بيكون أنانية. الفن آخر شيء بيستفيد منه أنت، بيستفيد منه المطرب، بيستفيد منه الناس كلهم. إيه بس هذا الصوت ما فيك تحتكره، انه أصالة لما بتقول أصالة تغني مروان خوري هي 8 او 10 عم اقول لك انا شو بحب، لانه هالصوت وحالي. وقال لي يا مروان في مطارح بعد لك انت كملحن ممكن تصيبها بعد. ليش أصالة بدك تعطيه عمل كامل وبقيه الفنانين عم يترجوك تعطيهم عمل؟ هيدا المزاج، ما عامل مشاكل معه. هيدا المزاج. طيب رح تقول لي عن هيدا المزاج، بس بدي اسمع شيء من أصالة. من اي اغنيه يعني؟ شو تحب لأصالة انت؟ مش ضروري لك، بس انت شو تحب لها؟ كل اغانيها، بس بتحشرني هلا اغني لها. لا يعني في صعوبه انك تغني لصوت مثل هالصوت. بس ما يعني ما بعرف شو بتحب؟ قديمه جديده؟ بحب كل اغانيها، وبحب الاغاني اللي قدمتهم يمين الله بالبدايه. لا كله، بس قالك حافظ. لا بحب العمل اللي قدمته مع محمد سلطان. بحبه كثير. في عبير خاص، في شيء خاص. ما بدي غلطت شي مطرح يعني فاجأتني فيها انت. ولا معي انت بس اذا سمحتك. سمحتك 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 كتير، سمحتك سمحتك بقلبي الكبير، سمحتك 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 كتير، سمحتك سمحتك بقلبي الكبير. ترارا هو مش غصب عني ولا ضعف مني، سمحتك لأني بحب بضمير، سمحتك 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 كتير كتير. سامحوني لأنه ما مش لقطة للغنية مزبوط. أغنية تانية لحتى نحكي بعد شوي كمان عن يا مشاكلك. ما بده يعطي ألحان، ما بده يعطي ألحان، ما بده يعطيهم لحنا. يا غريب غريب انساك مع كثير بحبها هيدي، بسمع منك من فضل. اصلا فضل شخصية فظيعة، قد ايه قد ايه جنتل هالإنسان، قد ايه بحبه كثير. فضل كثير بحبه، هيك راقي بتعامله. صحيح. راقي راقي، بحبه كثير، بحب فنه، بحب شخصيته. وبس نتلاقى بحس حالي مع شخص قريب هالقد لإلي. معقول انساك معقول وتنساني انا على طول؟ معقول انساك معقول وتنساني انا على طول؟ معقول ما نعود احباب نمرق مثل الاغراب ولا نبقى سوا ولا نبقى سوا؟ يا ما قالوا الهوى غلاب ولا مرة حسبنا حساب نبعد يا هوا يا هوا يا هوا. سلم هالصوت مروان.
انت وقاعد بالبيت عم تتفرج على هالمطربين يلي بيغنوا الحانك واغانيك الضاربه، وانت مطرب عم يعني طرحت حالك كمطرب وعندك البومات واليوم انت نجم مطرح معين، بتجي السيده غيري هيك ست غيري يعني سيده غيري بتدق بيبك بتقول بتعرف شو مروان خي هودي نجحوا هودي اللحن صنعك انت، انت اللي صنعت هيدا اللحن وانت مطرب، لو نسبت هاللحن لك كنت زدت على نجوميتك نجوميه. شو بتقول لك السيده غيري؟ عم تحكي بالمرحله قبل اني ما قبل ما غني؟ هلا هلا اليوم هلا ما مش موجوده، مش موجوده بهالشكل هيدا. هلا بالعكس انا كثير راضي عن نفسي ومبسوط اني مثل ما قلت لك بلشت خط بهالطريق هيدا اللي هو بخصني. بالعكس صار عندي سعاده داخلي انه مروان اخذت السكه الخاصه فيك وهالطريق الخاصه، وبالعكس كل نجاح هو بعده يضاف الى نجاحي. كيف يعني كثير راضي عن نفسي؟ كيف يعني كثير راضي عن نفسي بما يتعلق بخطواتي الاخيره؟ رح احكي يمكن اذا بدك نحكي بعدين او من هلا على موضوع التلحين والرواسب السلبيه اللي بلشت انا اعاني منها واللي ما كنت. ايه بس ما تقول لي هون الاعلام والصحافه وكبروا الموضوع، لا هودي انتم بتعملوا في اطراف النزاع. احكيك اكيد بالواقع تبع الامر في انذارات بواقع الامر، يعني انت صرت عم بتودي انذارات؟ لا لا بكل شيء بيتعلق بالتعدي على حقوقي، يعني في تعدي على حقوقي بما يتعلق كملحن يمكن صارت مره. ايه ايه بتصير. مع مين؟ ما يعني مع مين لمين بعد انذار؟ بلشنا بالاسماء؟ لا ايه اكيد ايه نعم. الموضوع قطع يعني قطع وحتى الشخص وقتها اللي كان داخل بهالقصة انتهى الموضوع وانا ميال انه الامور دائما تاخذ منحى ايجابي. طيب دايما. طيب بس لمين بعد انذار؟ وقتها كان في اغنيه على بالي هواك اتخذت للاتراك بدون اذني، وشركه اي دبليو اي وقتها من خلال المحامي اعطاني علم انه اتخذت الاغنيه وبس قدمنا انذار بس لاسترداد حقي وتوقفت العمليه. ما عاد رحت الغنيه بوقتها بس انه قدرنا نوقف العمليه هيدي. هلا رح نسمع اغنيه تركيه. ايه بس قل لي شو 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 مشكلتك معهم؟ مين؟ الاخرين اللي ما بدك تعطيهم. في مشكله المضرب عن اعطاء. في مشكله رح سمي لك رضا، مدلين مطر، باسمه، عاد مشاكلك مع اليسا بغير موضوع هيداك بس ما وقت تعطيهم. رح اكون صريح معك اليوم من خلال برنامجك. بتصدق نيشان انه بلشت افكر بيني وبين حالي وهي بقولها لاول مره، بلشت افكر اذا التلحين وبلشت العمليه رح يبلش يخلق لي مشاكل، واضطر انا دائما برر وانا ماني مخطئ وانا ماني مخطئ بهالموضوع، بس يمكن طبيعه الحال عم تخلق هالحزازيات هيدي. اذا هالشيء حيضل يعمل لي هالسلبيات انا يمكن اوصل لمرحله معينه انه انا اتوقف عن التلحين بما يتعلق باعطاء الحان للاخرين او بما يتعلق انه اعرض نفسي كملحن. يعني بتعلن يعني يوما ما بتقول انه انا لن اعطي الحان لاحد غيري خلص ما راح اقدم، او على فتره معينه انا ما راح اقدم، او يمكن انه مش انا ملحن فاتح بابي لاستقبل اي عرض، واللي هو هالشيء بيساعدني كثير لهاللحظه. بس لاحظت انه انا من سنه لهلا بلشت ادفع ثمن هالقصه، وكان في كثير يسالوني مروان مش خايف انه يصير في مشاكل بهالموضوع؟ ودائما التوجه كان صوبي انا انه مروان مش حتنقي الاجمل لإلك. اذا البعض بيراقبه متابعيني لإلي، اذا بيلاحظوا انه انا قدمت اغاني حلوه لغيري خلال هالفتره وبعدني عم بحاول اقدم، الهجوم عم يجي من القاطع الثاني، الاخرين ما عم بيتحملوا فكره انه انا عم بغني والي حريتي كمغني والي حقي انه اخذ فرصتي، وبذات الوقت انا كملحن الي حريتي انه اقدم. بس يا مروان تنتبه انه قاروره العطر اذا بتضلها مغلقه الرائحة ابدا مش رح تفوح، انه منظر جميل كثير، بس اذا غير ما تفتح انية العطر ما بتشمها ابدا، ليه بدك تسكرها؟ عم تحكي عن الردود تبعهم يعني؟ لا عنك انت، عم بتقلي انه يمكن يجي يوم اعلن انه على فترة ما بدي اعطي، يعني اذا كان انه انا دائما المنفذ تبعي لألحاني ولا موسيقتي هو اصوات الاخرين وحققت نجاح كبير بهالمطرح، صوتي كان منفذ لإلي كمان تقدم موسيقتي ولحني، إذا كان الخيار بيني وبين حالي عم بقول لك إياها الليلة بصراحة. أوقات ما بترد على التليفون،
اوقات بتقول ان شاء الله. طب او يعني خليك يا ابو يا ما في هيك يعني عم بيحاكموني بموضوع بيتعلق بمزاجي كفنان. هيدا ظلم منه مزبوط. هن بيعرفوا من اول لحظه انا ما بقدم الحان بسرعه وتحت الطلب ولا مره. الحساسيه اصبحت زائده عند البعض. ليش مروان ما بده يقدم لنا غنية؟ هل لانه عم بيغني وملتهي بنجاحه؟ هذه هي بس اللي نجح معك حقه مش حقه انه حقه يعتب ما حقه يطلع على الاعلام ويتهجم علي. الفرق كبير كثير. واذا تهجم عليك شو بتعمل انت؟ انا بتجاهل بتجاهل بس اكيد التعاطي انا وياه فنيا بيكون سقط نهائيا. سقط نهائيا اكيد ولا باي شكل. التجريح سبق بدي اقول لك انا صارت زعل صغير انا وفارس كرم صديقي زعل مني وما بعرف شو بس ضلت الامور بيني وبينه بينك وبين فارس ما حدا عارف انه في زعل فعليا. رجعنا تلاقينا بعد سنة ونص. مين كان حريص على الموضوع فارس كرم ولا انت؟ انا دائما حريص انا دائما حريص على اي خلاف. فارس كان ادفى يعني كرمال ما ينتشر. كان ادفى ما صار اي حكي. بقيت القصة بيناتنا رجعنا تلاقينا صفينا وقال لي بدي منك اغاني وحضرت له اغاني. عشان هيك الصحافي اسمها السلطة الرابعة. يعني يبدأ الإعلام حتى يحاكم ويقدم الحقيقة بس مش دائما الحقيقة تقدم. مش دائما. أعطيني ثلاث أسماء اليوم بدك تعطيهم علون. قلي بدي أعطي فلان فلان. إيه أنا بقول لك هالسنة ويمكن محصورة القصة. بقول لك حسين الجاسمي. بقول لك صابر الرباعي ضروري يكرر المحاولة أنا وياه. وقلتها بمطرح إنه بحب إنه يكون في تعامل مع جوليا بطرس. جوليا بطرس بدي اسمع من وين الميكرو. تفضل الميكرو لقلك. شوفي الجسمي الجسمي ضيفنا رح يكون الاسبوع هيدا اذا الله راد. اي هيك رح اعمل شيء ثاني. شو فيني اقدم شيء ثاني؟ فيك تقدم. اوكي اغاني. لا ما تقلي الغنيه بلش دغري. لا بدي افسر لك شوي. شو رح سمعك شيء ما انسمع قبل. وحسمعه اياها لقلو على الهوا. ايش شو رايك؟ يلا شيء لإله يعني؟ ايه بحسه بيلبق له. ما بعتبر انا عم برد على غنيه. لا انا عم سامعه شيء انا بحبه وبحس انه طيب. يلا جس اسمع. ولا زمان الشوق ولا زماني شقا ولا زمانك لا تقترب لي النوب لا تفتكر باللقا الزم مكانك ولا زماني شوق ولا زماني شقا ولا زمانك لا تقترب لي النوب لا تفتكر باللغة الزم مكانك قلبك علي يا جار مر الزمان ودار وما تنطف ناري إلا بنار قلبك علي يا جار مر الزمان ودار وما تنطفي ناري إلا بنار من الألم يا ناس من جرحة الأحساس أشكي الزمن يا عين ولا حبيبي من الألم يا ناس من جرحة الأحساس أشكي الزمن يا عين ولا حبيبي. حلو حلو كثير. جديد هالعمل مروان؟ ايه له فترة يعني. كثير حلو. من الأشياء اللي بحتفظ فيها بالجرور بانتظار الصوت المناسب. جوليا كيف بتضيف يعني كيف حاسس انك رح تضيف لفنانة ملتزمة مضيئة صوت هالقد له مطرحه؟ شوف جوليا مش بس صوت له مطرحه، جوليا صوت وكلمة وفعل صح. وقرار وموقف صح. يعني التفتيش على المطرب اليوم على فكرة التفتيش على المطرب مش هو بس هو صوت بالبداية بس هو كمان حضور ومدى فني. قديش المدى تبع هالفنان بيوصل للناس بيوصلك لأماكن مختلفة. مع جوليا بحس اني ممكن روح لمطرح مختلف مش بعيد عني انا بس كمان مطرح بيشبهها. في شغله كمان انه في بالجارور شيء لجوليا؟
مش موجود أو على الطاولة. في شغلات بس أكيد يعني بحس إنه ممكن يكون سهل بالنسبة لي حضر لهيك صوت بشخصيته وبطريقته. فكرت في التحدي الحلو، في شيء من التحدي الحلو اللي هو هالألحان الرائعة اللي أخذتها من خيا زياد. بحب أنا كموسيقى إنه كمان هيك روح لمطرح أنا وياها، يعني عندي هالتحدي الإيجابي اللي بالداخل اللي هو بيخليني طلع الأجمل. لذلك موقعة لجوليا بحب إنه أدخل لها الموقع وهيك روح لمطرح. هيدا الشيء عم بقوله على الهواء، هيدا شغلات سبق قلت هالموضوع ووصل لها بعتقد. بس جوليا هي تعطيك كل شيء. كان جوابها كان إيجابي أكيد. طب عندك شيء لها هلا لحن غنية شيء هلا هلا بهتك؟ إيه لا بس في فكرة هيك شغلات معينة يعني حنا عم نقول خلينا نقوله. لا ما رح اعرف الالحان. لا مش الحانك بس انه اذا كان اول مره لجوليا سمع غنية إيه طبعا حلو. بيعرف المطربين انه ما بطلب من حدا انه بيقول لي يعني بدي سمع غنية دائما. هني بيطلبوه وعلى ضوء الطلب. ليش هون في كابريس الفنان، هون في هيك مزاجيته. كنت اول ما نبلش وبحاجة كان عندي صعوبة انه انا اعرض على فنان ما بعرف ليه. بتحطها مع الخجل، بتحطها مع الكبرياء. لا ابدا ما بحطها مع الخجل. بتحطها مع ال... ابدا ما بحطها مع الكبرياء. خجل اكيد مع كبرياء مع رشة غرور. الغرور مزعج. الغرور وغبي. الغرور غبي مزعج يعني... غبي الغرور. بشك انه اطامي بمطارح. عندي كبرياء مزعج. صبر عندك كبريائك مزعج. صبر عندك شيء لإله؟ لا بس عم بشتغل وصابر من الاصوات اللي نجحنا نجاح كبير بعز الحبايب وعملنا اغنيه نادم وقطع الوقت. والسؤال دائما كان من قبل الصحافه اللي هي من يعني من ناحيه الخير عم بيسالوا دائما طيب ليش مروان مش موجود بهالعمل؟ هالسؤال الدائم على فكره هالسؤال الدائم خلق حساسيه عند البعض. بس صابر لانه فنان كبير وصوت كبير. رده فعله كانت ولا احلى من هيك وطبيعيه. انه انا ومروان بنجتمع بس ما بنتوفق. مروان هلا له كمان نجاح وبتمنى له التوفيق هيك حرفيا. وان شاء الله يكون في عمل مشترك. هيدي رده فعل لانسان انا ما قدمت له لحن من سنتين. الصحافه دوره انها تطرح السؤال. انا هون ما عم بتلاقي المشرط وانتو انتو هيدا عم بقول لك انه صابر يعني كيف جاوب. ايه اوقات انتو هيك كمان الفنانين بتصغروا نطاق ال ما في شك في فنانين كثير. فيني اقول يعني بال 2007 في البوم لمروان خوري وفي ثلاث اسماء هني صابر الرباعي جوليا بطرس والجسمي. وعلى الاكيد التعاون حيكون مع الجسمي ومع صابر. يعني انا اللي بقول لك اياها. تفضل على العقل لو سمحت حتى نحكي عن الالحان التركيه وال نسمع. فينا نسمع الغنية؟ في عنا عم يلا يجهز لا تجهز الغنية. أنت بالمنطق اليوم بتقول أنا إنسان عقلي هو اللي بيسيرني أم بعده قلبي ماسك مقاليدي أنا وبيحكم فيي وما بعرف لوين ممكن أوصل من توجيهاته؟ ما في شك أنه عقلي بيتحكم إلى مدى بعيد. بتعنيني الأمور اللي فيها العقل اللي فيها الفكر وبعرف هالشي من اهتمامي بأي مثل ما بطلع على كتاب في شعر وده بيهزني. والشعر هو العقل والقلب. بس بذات الوقت اي معلومه العلاقه بالعلم باكتشافات بالفضاء بعرف انه كمان هالقد بتشدني. المنحى العلمي بيرضيني وبيطمئني دائما بيريحني وانا بحاجه لاله دائما وبسعى لاله. بس عندي هالتزاوج بين اثنين واضح بشخصيتي. القلب اللي هو بيرسم جزء كبير من الحاني ومن كلماتي. وانا وعم لحن وانا عم اشتغل دائما بحاول اكون بحاله انه مش عقلي اللي عم اشتغل بها اللحظه بهالتكه حواسي اللي عم تتحرك. يعني اوقات بتقولوا لعقلك سكوت بقى خلص. ايه بمطارح او اذا بدك خليني وضحه مزبوط اللي هو مش العقل الوعي. الوعي باللحظات هلا بهاللحظه. بس بعرف انه بالعقل كمان اللي هو اساس كل الافكار والمشاعر حتى
في العقل الباطني اللي عندي اللي هو بيلعب لعبته الكبيرة بما يتعلق بإنتاجي. هالمخزون الموجود جواته من ثقافة ومن هواجس ومن تربية ومن كل الأمور اللي مرقت فيها هي خزان كبير بيحتوي هالعقل الباطني وهي الوقود الأساسي لا ما يتعلق بكلماتي وألحاني. لذلك أنا عم لحن كتير بكون بحاول أنه ما أكون بحالة وعي 100% لأنه هذا اللي برر عندي موضوع أنه وقت اللي بنطلب مني أغني لمناسبة أو أغني على الطلب إجمالا ما بنجح بهالموضوع. بقدر أعمله بس بعرف أنه مش هاي اللمعة اللي بدها تطلع. اللمعة اللي بتطلع هي وبتجي غصبا عني بوقت أنا عم تتحكم فيه أحاسيسي أكتر أكتر ما هو الوعي بهاللحظة ذاتها. الوعي عندي له دور بيجي من بعد ما خلص هالأمور هيدي بيجي الوعي تيقلي أنه جملتك مروان أو أغنيتك رايحة لهالمطرح أو ما إلى هالمطرح بيصير هو يعدل العملية. لذلك الصراع دائم عندي بحياتي وبفني بين الوعي والقلب. مروان الفنان لازم يطرق باب المحرمات من باب المزاجية؟ لا لا بدي أقول شغلة. إذا بتعني بالمحرمات هو صناعة عمل فني يصدم والصدمة عند البعض تعتمد لا لفت النظر ولا القول أنه أنا هون فنيا. بقول لك أنا ضد أي عمل فني بيصدم. ما في شك أنه الفن بطريقة معينة هو خروج عن المألوف وهو خروج عن الأشياء اللي تعودت كتير أنك تسمعها وتقراها وتستطعمها بكل الطرق. إذا أنت بتكون تكرار أخرس وعادي لكل المحاولات اللي قبلك ساعتها بيكون عملك كتير رتيب. المحرمات لا مش المحرمات بس بدك تكسر شوي من الرتابة الموجودة قبلك. أنا قصدي شيء تاني. أي اللي هو محرمات بالمعنى الاجتماعي يعمل هيك ويعمل هيك ويعمل هيك ممنوع وغير مسموح وخارج نطاق ال لا لا أنا المألوف. يعني إن شاء الله أكون فهمت الموضوع بالضبط. الفنان بده يكون ملتزم بفنه بفنه بالطريقة اللي بيقدمها بتعاطيه مع المجتمع وعلاقة هالفن بالمجتمع بشخصه هو. مسموح له أشياء لأنه فنان. خي فنان فنان مسموح يعمل هيك لأنه بينتج. يعني ذريعة أنه هو بينتج هيدا التبرير وفي جزء منه في جزء منه اللي هو أنك ما فيك عشته يعني بيطلع من القيود. بس في فرق. أنا لحلك عن تجربة اللي هي الحمد لله أني عشت كلنا. أنا عشت كموسيقي وراء مطربين كتير. عشت نجومية مطربين. عشت كملحن. عشت نجومية مطربين. يعني هودي علموني شغلات كتيرة وصلت لمطرح أنه عارف الأمور تقريبا قبل ما تصير. نجومية مين لفتتك ونجومية مين نفرت منها؟ مين لفتك بنجومية؟ أنا بحكم شغلي مثلا بقول لك مع على فكرة أنا كنت عازف فترة صغيرة مع ملحن بركات كمان. كمان كنت مع وائل كفوري. وائل كفوري نجومية كبيرة يعني وعشت هالمرحلة من وقت كان هو باستوديو الفن وطلع لبرا نجومية على صعيد. شو كنت تشوف فيه لوائل لما كنت أنت خلف هالصورة خلف الأضواء؟ كنت مبسوط إني أنا عم أشتغل مع نجم. يعني أنا بهمني إنه كشيف دوركاس بوقتها مستلم فرقة لا فنان معروف وعشنا بمطارح مختلفة وحفلات كبيرة وقضيتها عم سافر. بس بهالمرحلة هيدي اللي هي مرحلة ال 96 97 كان بلش الضجيج بداخلي نحو موضوع انه لازم يكون في عملي الخاص. لازم انا بلش لحين اقدم لغيري. قنعته لوائل بأغنية منك؟ اقنعته وائل. اجتمعنا بوقتها اجتمعنا كنت تقريبا باخر المرحلة اللي عم اشتغل سوا وانا كنت قايل انه بدي اوقف عزف وشوي اتفرغ لموضوع الالحان. سمعته لحن بوقتها بس لحن من باب انه عم سمعه حابب انا سمعه شيء انا عامله. كانت اغنية صليني بوقتها اللي قدمتها بعدين وصلت لفيرس كرم. هالاغنية سمعته اياها وكان الملحن اللي بحبه سمير صغير كان موجود بوقتها هو كان مسلم له اعماله. سمع الغنية مروان بدنا هي الغنية. قلت له لا انه هيك وبخجل بوقتها انه لا انه هيدي مسمع شخص ثاني يعني كنت مسمعها لمطرب ثاني بوقتها وعطي كلمة. قال لي سمير قال لي انه بقى لي غنية يعني مهمة. قلت له بتمنى.
خليني اسال، خليني اساله، تركتها معلقه. بعض الامور، بعض الاخطاء عندي انه بترك الامور شوي معلقه، هيدي بتحملها الحين. حاولت مع المطرب الثاني انه جن جنونه بالوقت اللي انا سمع الغنيه بس مش اكتت، لا ولو مروان سمعتني اياها، رديت خبر انه مش قادر. مروان خليني اعطي هالمثل، يعني اذا الفنان هون هيك مضاء يعني وانت ورا خلفه وعطول بيستشيرك لانك انت بفرقته الموسيقيه ورا خلفه، بس توصل لعنده هيك بمرحله وجها لوجه بتحس انه في شيء انكسر، في عوامل اخرى، يعني انت ورا وائل عم تعزف ومعه ودائما بالفرقه وبيستشيرك، بس تصير قدام حده بصير يعني ذكر الاسم بيولد حساسية، يعني نفس الهاند شيك، نفس بتصفحوا بعض نفس الشيء، ولا هوب 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 ستوب ات يو ار وائل كفوري، انت وائل كفوري انا مروان خوري. لا لا كيف؟ لا بس ما بعرف، لا اكيد لا، بس تختلف الامور شوي. لا 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 ما بعرف اكيد، لا عم بتخزو في الفكره لبعيد. اي يعني وائل كذا مره طلب غنيه وانا حاولت مره سمعته غنيه وما عاد صار لقاء كثير. لا بهالمطرح اوكي بصير عندك حضورك، بصير عندك مطرحك، بصير عندك انك تعبر عن فكرتك 100%، وانت هون عم تتعاطى صرت كملحن مؤمن بفكرتك وعم تعرضها على نجم او اسم جديد. اليوم بتتمنى تعطي لحن لوائل؟ بحب اعطيه اكيد لانه صوت حلو اكيد. غنية تفضل بلا ذكرهم للاتراك يعني ببرنامجي، بس مضطر اذكرهم. موسيقى هي مش اول مره الاتراك بيقصدوك وبياخذوا يعني الحانك. هيدي الاغنيه هيدي كانت عمليه شرعيه ولا قرصنه؟ هيدي شرعيه. شرعيه اغنيه بنوب للتسجيل، بنوب لنجوى كرم، للفنانه اللي بحيها وحبها كثير نجوى كرم. اغنيه بنوب اتخذت على التركي، في اغنيه ولي منك لجاتنا، ولي منك، وفي الدلعونه كمان. الدلعونه ابتدت قرصنه بما انه انا كنت مبلش سنه 99 وبفترة زمنية قريبة، يعني أنا كنت بعدها نزلت دلعونة، بعد فترة نزلت هيديك ورحت أنا. خبرني وقتها صديق جوماري رياشي قال لي مروان غنيتك تاخذت، رحت جبت السي دي وسمعته مبسوط، ما انتبهت إنه ثاني يوم على الإذاعات حيحطوا الغنية ويحطوا الغنيتين بيقولوا شوفوا مروان سارق الغنية. يعني ما انتبهت لهالموضوع، قلت أنا ليش بيفكروا هيك بهالطريقة؟ صرت انتبه لها. أخذوها كاملة مع التوزيع مع كل شيء، كل شيء، وحتى بنوب إذا بسمعها ويا رايح اللي أنا غنيتها ويلي منك مأخوذ بتفاصيلها. من بعد الدلعونه اهتمينا بالموضوع هيدا وصرنا نفتش على شيء اسمه حقوق اللي حالته شوي صعبه، بس انبسط يعني دغدغ ما في شان. انه هيدا الانا تبعي حقوق. اكيد اكيد. وين صارت؟ الانا؟ وين صارت؟ باي طابق؟ ان شاء الله اللي بيعرفوني ما ولا بشك. طيب صوره سيمو أسمر. هذا الكبير أكيد أكيد يعني من لبنان. ما بدي كمان مسيو سيمو مثل ما أنا معود كنت أقول له أنا قلت له أستاذ ولا مسيو سيمو؟ مسيو سيمو. إنه دائما ينذكر مثل كأنه مروان عم بيقصد دائما يذكر سيمو أسمر. أبدا، بس عم بتصير لأنه بي بي بطريقة معينة أنا عشت فترة زمنية من حياتي مع سيمو أسمر وبهالجو هيدا. لذلك ما فيني اذكر تفاصيل حياتي الا ما تذكر، وما في حدا يذكر كتار من لبنان هذا اللي ما فيهم يذكروا تفاصيل الا ما يكون حياته سيمو أسمر بهالمرحله، بيكون من نواة عملهم الفني، يعني بيكون بالوسط النواة. طبيعة الحال في فتره زمنيه كبيره واللي هي سيمو أسمر كان
إذا بدك هو الـ تقريبا الوسيلة الوحيدة لانطلاق حلوة هي الوسيلة الوحيدة إيه؟ The only way أكيد أكيد بتذكروا بشوفوا بتذكر الأول يوم ما كان شايفك مطرب سيمو أسمر حكينا على الموضوع إيه لا يعني اليوم بتحكي ما في اتصال بس نتلاقى سلم عليه وأنا بعتقد هو بكل هالشعور بس أنا بدي أقول له إياه هلا بس شوفوا أحاسيس حلوة داخلي بتتحرك بتذكر أنا ولد وفتت على الـ LBC على الكازينو وقتها كان التصوير وكيف اهتم وكيف ضل على فترة طويلة مروان ويسلمني الفرق ويهتم وحس بهالمحبة هيدي بس وصلت لمطرح أنا عندي متطلبات مختلفة هو ما شافها هيدا حقه وهيدا كان حقه وقتها اليوم شو برأيك شايف؟ هو؟ فيك؟ ما بعرف ما يعني بهتم من جوا بهتم اكيد بهتم بكل شيء له علاقه بحياتي من زمان لهلا لقدام حددت حالي بشغلات كثيره بس ماجد الرومي كما اطلت في اخر حلقه من مايسترو السنه الماضيه ما بقى كثير عم بقشع بدون لونات ببعيد هيدي جديده القصه ماجد الرومي يعني شو ما رح اعطيها شهاده، الشهاده اخذتها من زمان هي مش انا بدي اعطيها شهاده. بدي اقول لك انه بحبها من قلبي، جدا 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 جدا. لانه في شغله بتحب الفنان وهي قلتها قبل ذكرتها. شو حلو وقت اللي بتتعرف عليه وبتحبه وبحافظ لك هو على ذات الايمج وعلى ذات الصوره اللي انت اخذتها من فنه. ماجد الرومي يعني ماجد فنيا وانسانيا يشبع فننا لدرجه كبيره وبعد في بحياه ماجد الرومي بهالكم قعده صغيره اللي قعدتهم انا بالبيت مع بعد في العصافير وبعد في الطفوله وبعد في دفاتر المدرسه هالشخصيه اللي هي جدا بريئه بس في ذات الوقت جدا ناضجه وبتحمل نجوميه كبيره وبتحمل تاريخ فني عندها اثنين بذات الوقت قديش هي هالقد هادية بس كمان هي هالقد سائرة طبعا شو أحبك جدا يعني أو إذا أحبك جدا أو شو لا أحبك جدا بس بركي اعتزلت الغرام لا خليني أول شيء حافظه مزبوط قولوا رح أرجع خليك تقوله لا يعني لا أول شيء حافظه قول وإن شاء الله ما غلط بالكلمات كمان لأنه ما مش مستعيدة أنا وحالي أحبك جدا 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 وأعرف أني تورطت جدا أحبك جدا 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 وأعرف أني تورطت جدا وأحرقت خلفي جميع المراكب وأعرف أني سأهزم جدا برغم الدموع ورغم الجراح ورغم التجارب أحبك جدا 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 وأعرف أني تورطت جدا قالت في اسمها عامل صوتها يعني أنا انبسطت وقت كنت فرحتي هلقد كبيرة وقت سمعتها من صوتها رح ينعمل فيديو كليب؟ بتمنى يعني بتعرف الفيديو كليب كمان بيضيف إضاءة للأغنية ما في شك واعتزلت الغرام مش حافظ الكلمات؟ لا من أي كيف؟ ما عندي مشكلة أنعني مش حافظ الكلمات ما تقول إنه أنا ما حغني هلا لأنه مروان زعلان أو شيء أبدا أنعني مش حافظ الكلمات أنعني أنا مش مقتنع فيك ما تغنيها بس ما بقتنع إنك مش حافظ الغنية بلا رح أقول لك إني مش حافظ الكلام أنا بنسى الكلام اللي ملحنه ومألفه أحيان بتصير معي هيك بمطالع حتى على المسرح عندي مشكلة مع الكلمة تصدقها الخبرية؟ لا ولا صدقها؟ لا ما بصدقها قل لي أي سبب آخر بس ما تقول لي ناس لا خليني يعني أنا بعد هلا غنيت أغنية أصالة مش حافظها مزبوط هيك ضيقت لا بدي شوف الغنية شوف يا حبيبي شوف طلع فيي اسمعني قشعني شو هذا درسنا نشوف مروان حافظ درسه لا 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 بس إنه لا تقول لي بحب اسمعها منك بتذكرها بس ما لح اقدر اغنيها حلوة تزعل ماجد الرومي اذا بحفظها الغنية لا مش جرب لا جيلة جملة لا ليش؟ لا مش ما بحفظ اغاني كثير انا جملة لا وحيدة والله شو
شو أول شيء أول شيء أول شيء وين الكاميرا إذا بقدر أطلع فيه؟ بدي أقول لك إني بحبك. غسان بن جدو. إيه غسان بن جدو لأنه عم بيقدم لي حب بلاش مجاني. قدم لي حب مجاني بأكثر من مقابلة معك وبمقابلات تانية. بدي أقول له شغلي إنه بحبك من قبل ما تحكي عني هيك. سبحان الله. أنا بعرف جدا إنه إنه الناس في شيء بيربطهم، في موجات بتربطهم، هل هي فكرية هل هي روحية ما بعرف، بس حس إنه هالشخص ولو كان ببقعة تانية من العالم في شيء من داخله بدق فيه. هلا سهل علي أنا أقدم فن وموسيقى هي نابعة من داخلي، أدق بأحاسيس ناس بمطارح مختلفة، بس يمكن أصعب إنه أنا ألتمس إحساسه من خلال حضوره على التلفزيون. يمكن لأنه تونسي الأصل وأنت جمهورك بتونس كتير كبير. والله ما بعرف يعني بتونس بروح بحس حالي ببلدي غريب، هن اللي عطيوني هالشعور هيدا، هن اللي قدموا لي. إذا هو لأنه تونسي بس لأنه إنسان كبير، لأنه إنسان كبير مش لأنه قال هالكلام عني. رح تعمل له الموسيقى لبرنامجه ولا لا؟ بشرفني أنا حكيته مرة واحدة من بعد شاكو ماكو وحكينا على أساس منتلاقى وبتعرف كل اللي صار من وقتها لهلا. إن شاء الله هيك بتمنى أني أتلاقى فيه. صنع اللحن أو حياكة اللحن بيتأثروا بمحبة الشخص، عم تقلي هالموجات كثير كثير. هيدا اللي البعض ما كثير ينتبهوا له، إنه أخذنا غنية من مروان أوكي وانتهت العملية هون. بقولها بصدق شديد من جوا، كل ما أقدم لحن ويروح لعند مغني بيروح جزء مني لعنده وبيصير هو شاركني فيه، وبيصير هو إذا بدك مسيطر على هالمطرح هيدا. بقول لك شغلي إنه أوكي بطلب من أي فنان إنه يعطيني حقي المعنوي، يعني بنطر من فنان سبق ونجحنا سوا إنه يحكي بهالشي من باب إنه أنا قدمت لك شيء، بس كمان بدي أكثر من هيك يعرف بداخله إنه عملية الاتصال بأغنية ولحن وكلام هي منا عملية تجارية أبدا. بس كون أنت واقف على المسرح عم بتأدي عمل من ألحانك ومن كلماتك، بتكون أنت وكل هال صناعتك معك بيرزعل. بس تشوف إنسان تاني مطرب تاني على المسرح عم بيغني غنية من ألحانك، بتحس مروان معه هنيك واقف كمان؟ أكيد بتشوفه أنا. أكيد أكيد أكيد، يعني كنت روحت أحضر حفلات صابر الرباعي لأني بحبه، بس كمان غنيتي بتشوفه أسمع غنيتي. رح نتذكر بهذه الصورة لوائل لادقي الزميل المصور، صورة كمان من ما مر علينا من أهوال وعدائية من العدو الإسرائيلي في حرب يوليو الأخيرة بلن ننسى وعلى البال. بعدها رح أسألك وين لبنان بقلبك فيما بعد. نفورة أنت بحسك كثير تلبق لك هالأماكن وتحبها. الله رمانسية. ايه. تفضل تفضل. في أمنيات بحياتك تحققت كثير ولا؟ تحقق أكيد، تحقق قسم كبير منها، وهذا انتظار الأمنيات اللي إن شاء الله الظروف تساعدني وربي يساعدني نحققها. لبس مايسترو اليوم. لاحظت؟ ايه لاحظت. كان عندي قميص كمان هو معهم، في قميص سوداء. ليه ما لبسته؟ ما حبيت هالقد لمروان. شو بي؟ خلص. مروان شو عندك أمنية بتقول إنه مش رح تتحقق هالأمنية؟ خلص خلص وقتها، صار في كتير أشياء غيرها وهيدي راحت مش بهالعمر. في شغلات كتير، يعني كمان هو الطموح حلو بس كمان بيوصل لمطرح إنه كمان بدك تجم طموحك بمطارح. حدد لي أي. ما بعرف، ما في شيء محدد. يعني بحس المسرح، يعني المسرح بيعني لي هالمطرح هيدا كتير، بس ما بعرف إذا بعده المسرح هو الأساس إنه يعبر عن مشروعي كفنان، أو يمكن صار الأقوى هو التلفزيون أو السينما.
يعني ماني اكيد اذا هالمرحله فعلا ما بقى افكر فيها او انه بطمح لها، بس هي من الاشياء اللي بحلم فيها بيني وبين حالي. مروان، لما بنقول مؤلف غنائي يعني بيكتب كلمات، انت برايك الشعراء الكبار، الشعراء يلي هن يعني فقط شعراء بينظموا شعر، بيعرفوا بالبحور الشعريه، بيفهموا بصناعه يعني او تقنيه الشعر، هيك بيقول الشاعر أنري زغير، بيقول في تقنية بصناعة الشعر، بيقبضوكم جد؟ المسألة مش قصة مين بيقبض التاني جد، القصة قديش أنت كإنسان مؤمن بنفسك كشاعر أغنية. أنا طبيعة الحال أنا لأني موسيقي أنا شاعر للموسيقى، عندي محاولة تانية، بس أنا الأبدع عندي هو اللحن. لذلك اهم شيء تعرف انت انه بالشعر والاغنيه ممكن انت تطلع طلوع يعني، وهالتجربه صارت قبل. التحدي بينك وبين نفسك انه تقدر توصل للماس، للكميه اللي هي اجمالا ممكن تكون يعني هي عكس النخبه، بس يكون شوي صعب انك انت تصعب عليها الحالات الشعريه والصور الشعريه. مع انه انا برايي الشعر اللي بيقدر يوصل لكميه الناس كلها سوا هو شعر عظيم. نزار قباني وصل للكل، وهيدا ما بيفقد شيء من اهميته. اوكي الشعر هو هالومضات هالحاله. انت قلت نزار قباني، بتخاف المقارنه؟ اكيد وما بحاول ولا المقارنة. تجوز اصلا لا ولا تجوز، هيدا مطرح ثاني. بس عم بقول لك انه اي متى بيقدر يكون الشعر كثير مهم وبيقدر يطال الناس. الشعر الغنائي اللي قدموه الرحابنه هو شعر عالي جدا بالغناء. لذلك انا برايي مش من حق انه نظره الشعراء انه انا ما بنزل مرتبه للغناء، بالعكس هي تحدي عن شعراء الاغنيه انه نحن نوصل للناس عن طريق اغنيه بتحكم فيها الايقاع، بتتحكم فيها الموسيقى، بس بتحمل ومضات شعريه. وانا بدي اقول الشعر هو الاساس، الشعر هو هالرابط بينك وبين الكون ومحاوله تحليل وفلسفه هالكون. هالحاله الجديه اللي بيحملها الجد الشعر ممكن الاغنيه تحمل نوع من الفرح اكثر والطرافه. الاغنيه هي فرحه، ودائما اذا بتشبه اي شيء او بتشبه انسان بالاغنيه عم بتشبهه بالفرح. الاغنيه لازم تحمل الفرح، بس فيك تحملها معاني فلسفيه او معاني انسانيه كبيره. كان عندك تجربه مع الشعر الابنودي؟ مع الابنودي اللي هو بيقدم شعر غنائي الدوائي، اي وشعر غنائي بدق بمطارح مهمه للشعر يعني. روك، فينا ناخذ الميكروفون لو سمحت اسمع هالاغنيه؟ شكرا. وكمان كمان تحية لهالشاعر الكبير اللي كمان بشكره على ثقته. بنلف في داير والدنيا تلف بينا، ودايما ننتهي لمطرح ما ابتدينا. طيور الفجر تايهة في عتمة المدينة بتدور، ما بنكتبش الرسايل، ما بننتظرش رد لحد في يوم سمعنا ولا بنسمع حد. طيور العمر تايهة في عتمة المدينة بتدور، ساكنين في عالم يعشق الخطر، فيه الطيور تهرب من الشجر، وتهرب النجوم من القمر، وتهرب الوجوه من الصور. بنلف في دواير ندور على الأمان، ونلاقينا رجعنا تاني لنفس المكان. ندور ندور ندور. ثلاث أمنيات أول أمنية ما بتصور الديكور هالقد واقعي يعني، مثل ما بيبين بالتي في هالقد واقعي رائع. أي شو أول أمنية شو هي؟ لإلك كثير شخصية، لمروان من قلبك. عندي كذا أمنية. نص 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 قلبك. ايه هي شو بدي بالفن، هو امنيه يوميه الفن، بس بقول لك هاللحظه او هالفتره انه يصير عندي بيت ويصير عندي اولاد.
تاني أمنية، أمنية عامة، أمنية عامة بدون ما أحضر كل الحلقات معنا تبعت الأكترية، بتصور الأمنية العامة تكون عند الأغلبية تتعلق بالوطن بالبلد يعني، وهيدي أكيدة لأنه بلدك هو أنت، استمراريته وقوته هو قوتك أنت. بدي أقول أنه بتمنى 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 من قلبي وسط كل الانتصارات والإخفاقات أنه فعلا يتحول بلدي اللي بحبه بدون ما أحكي هالشي، يتحول من موطن لكل اللبنانيين لوطن نهائي. أمنية ثالثة ما في داعي تفوح، مش ضروري أولى. تشبه الأمنية الأولى ولا الثانية؟ تشبه الأولى شوي، تشبه الأولى أكثر. لذيذ مروان حتى هو عم بيحكي عنا بخجل. إلي مساء الخير. مساء الخير، كيفك؟ تمام. بشير عم أهلك بشير. مساء الخير استاذ. مساء الخير، شو رومانتك الجو، حتى البسكليت هذا بتدخل برموز الرومانسية. إيل فوستينو اللي بدنا نشكره لأنه كل شهر رمضان هو بيسعى إنه يجلب هالبقات الحلوة للضيوف. شكرا يا إلي. إلى صاحب اللحن الأعذب والكلمة التي تولد، إلى المبدع مروان خوري، الإمضاء عازف القانون اللبناني جهاد أسعد. سي يا جهاد، سي حبيبي. الكلمة التي تولد ملحنة بيقول هو جهاد أسعد. شكرا لك. شكرا لك جهاد. جهاد أسعد عازف رائع. جهاد هيدي باقة تانية. إلى ملك النهواند القادم، إلى رائد الكلمة اللي حلوين هودي هيك عرفت؟ إلى ملك النهواند القادم، إلى رائد الكلمة اللبنانية، وإلى معرف اللحن اللبناني المعاصر سعيد من دبي. من دبي. شكرا لسعيد. سعيد. شكرا الله يخليك. من دبي. شكرا. هذه الباقة من حنين وعمر ودكتور محمد والياس ووئام، إلى المبدع مروان خوري. سلامتي لألون. تحيات قلبية من جميع أعضاء الفان كلوب مروان خوري، وتمنياتنا بمزيد من النجاحات الباهرة والتميز. إذا حنين عمر دكتور محمد والياس ووئام، بعد عندك شيء؟ ومع تحياتي بنجاح مستمر لأجمل وأرق وألطف صوت إلى مطرب العالم كله، إلى مروان خوري المعجبة برقة ونقاء صوتك غريس. شكرا لك غريس. تعرفها؟ لا ما بعرف غريس بس رقم التليفون ما في رقم تليفون. شكرا لك. تفضل مروان. مروان كنا عم نحكي هيك مع معظم الضيوف يلي من لبنان عن موقع لبنان بقلبهم، وخاصة أيام الحرب وهيك الأغنيات الوطنية. أنت كيف كنت؟ يعني ما سمعنا بالحرب. تذكر حكينا بالأول صح. عم بتقلي إذا في موت بتكتب عنه، إذا في مأساة ما بقدر أكتب عنها بلحظتها. وسألت كثير هالسؤال. أنا أكيد حقول شيء بس بعد ما حسيت رح تقول رح أقول شيء. وبحس بيني وبين حالي بعرف يمكن بعرف أيمتى. مع أنك بالفرائيات بتبدع وبالحزن بتبدع. مش خاصة فرائيات، هي ممكن تكون أنه أنا طامح أقدم أغنية لبلدي مش بالفرائيات، يعني هذا اللي عم بطمح له. أنت سعيد ولا حزين أكثر؟ دغري هيك بسلي حالي وبروح للمطارح اللي بتلهيني، بس من داخلي انا ميال اكثر للشجن والحزن. يومن حلواني هي الفنانه التشكيليه، خريجه فنون من جامعه ال اي يو، هي اللي قدمت هذه اللوحه بعنوان ويتنج او انتظار. يومن شاركت بمعارض عديده بلبنان وخارج لبنان. بمعنى هذه اللوحة يعني waiting الانتظار، يومن تترك لك حرية التفكير، تروح أنت تأخذ أبعاد. هي يومن بالنسبة لها بتشوف الحياة ترقب أمل ومستقبل. يومن حلوان. شكرا يومن.
أهم شيء بالرسمة أو بأي شيء إنه يترك لك هالجزء من الخيال. حتى بالشعر تترك مطارح تتعلق بخيالك أنت الخاص وبتروح للمطرح اللي بدك إياه. ما في شك إنه لوحة تركي هالمساحة من الخيال هيدا. عندك فسحة من الأكسجين فيك تتنشأ وتتمعن أكثر مع أيمن. تفضل. أوصي أهلي بي، أوصي محبي فني من بعدي بي، أوصي بما تعلمته في الفن لي، وأبوح بسر لأول مرة وهو أنني. تفضل. يعني ربطا مع موضوع اللي حكينا عنه بالأول ما بديك. بتخاف من الوصايا؟ ايه بخاف من الوصايا. بتكتب شيء؟ أبدا. بتحس رح تكتب؟ بتخاف تكتب؟ بخاف أكتب. ايه وشغلي بعرفها تماما، يعني خوفي من هالموضوع بحس انه صعب علي اقول انا هالكلمة يعني. متصعبة يعني هالبروجرام دخل القصة هيدي. ما حسيت انه اكثرية الضيوف هي الوصية، لانه هي الوصية لما بتقول كلمة وصية مرتبطة ارتباط وثيق بالموت، يعني مزبوط. النهاية، نهاية الحياة. مزبوط. مع انه هي تنظيم تنظيم لا مفاجآت ممكن تحدث، اللي هو الموت لانه مفاجئ في شيء اسمه وصية تتنظم الامور. بس مثل كيف كارت العرس للعرس، كارت الوصية للموت، صح؟ ايه 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 صح. ما يعني ما بيتسنى لإلهم قراءة ما يكتب مروان خوري اليوم، لأنه هذه الوصايا وصايا أكيد أكيد ماستو، سوف أقرأها عليكم خلال الحلقة يلي رح نقوم فيها بنهاية هذا الشهر الفضيل، يعني يوم عيد الفطر أو الليلة، علما بأنه ياغي هلأ عم بيسجل الوصايا. باسم كريستو بتصور هو اللي عم بيشوف، وياغي عم بيشوف ماذا يكتب على هذه الورقة. رح فوت باللعبة، رح قلك قديش صعبة. على سيرة كارت العرس، زميلي كريم سلامي زعلان كثير انه يوم الاحد عرسه ومش رح تحضر انت. صحيح، لانه مسافر. بدي اتمنى له التوفيق بحياته الزوجيه من هلا. بنحييها لكريم من هلا. تحيه كبيره. مبروك سلف لكريم.
بدن أوصي أهلي بي، أوصي محبي فني من بعدي بي، أوصي بما تعلمته في الفن لي، وأبوح بسر لأول مرة وهو أنني خلي ذكر أنه بالإعادة عم نقطع أجزاء من خلص الإمضاء والتاريخ اليوم، بالإعادة عم نقطع أجزاء من الحلقة. هلا هي عم تكون شوي أوقات بطريقة اعتباطية لو عم تزعج المشاهد، إن شاء الله بكرة بالتلفزيون، وبتزعج المخرج كمان باسم كريستو كثير بيزعل من هذا الموضوع، لأنه بيقول لي بخمنه يعني فالإخراج يعني هو اللي عم بيقطع. بدي أقول أنه بليز ما تقطعوا الأجزاء بشكل عشوائي، لما يعني بيكون حدا أي شغلة بتزبط كثير. الشعور انت وعم تكتب غير لما عم بتشاهد ضيوف او زملاء لك عم بيكتبوا وصيتهم؟ ما في شك، اختبار الامر دائما مختلف. اريد السر الاخير. ما لسه شارك انا بس ما قدرت لانه ليك انت مره قلت كلمه ايه ما تقولها ما تقولها خلينا نقولها ايه اللي حاجه هي. انا بدي اقول يعني ايه بس حلو ها لانه طب خلينا نقولها. لا ما فينا نقولها، ما فيك تصدق. هيدي لمروان خوري. تفضل معي مروان. بصمة مثل الشمس مروان. مش واضحة الإيد. إيه إيه إيه. طالعة شي تاني. كمان أنت تترك الخيال. تفضل تاني كمان. إيه مختلف. سبحان الله كل واحد بصمته شكل. شكرا. كمان إمضاء وتاريخ اليوم. بعد الفاصل وجها لوجه قلبا لقلب مع مايسترو هذه الليلة مروان خوري.